ايه تفضل. قبل ما نكمل، يا ريت يعني في المستقبل يكون فيه يعني رحمه اكبر باهل السنه، لانه اللي بيحصل حرفيا يعني ربما هذا اللقاء يكون فرصه جيده لهذا. في يعني تناحر حاليا يحصل، يعني واحد يعتبر فلان امام او لا يعتبره امام. ما اجد انه هذا الشيء يعني مبرر من اجل الطعن فيه او من اجل التشكيك في ديانته او غير ذلك. طيب واحد مثلا، انا اعتقد انه النووي امام، وانا يا سيدي اعذره واقول عنه انه امام وله اخطاء ومغفوره ان شاء الله، هل يبقى انا مدجج في هذه الحاله؟ لا، ولكن انا ليش اقول هذا؟ هو يقول الروح، مسكوا بشغله الروح. لنفترض انا اخطات، على فكره لا، حتى لو قلت بالروح، انا قلت، انا والله قلت حتى لو قال نعم تفضل. شيخ عبد العزيز الراجحي يثبت الروح لله سبحانه وتعالى، ما أحد هاجع عليه. أنا لنفترض أنني أخطأت في هذه المسألة، ليش أنت أقصد الطرف ذلك يهيج هو محمد بن شمس الدين صار ما يعرف صفات ربه وصاروا يعملوا منشورات ويعملوا كوميكس ويعملوا مدري إيش؟ طيب هو هذه المسألة يعني ليش ذكرت؟ طالما أنك ترى الذي أخطأ بعشرين صفة إمام، طيب واحد أنت تعتبره من عامة الناس أخطأ بصفة، يعني ليش اعتبرت هذه مشكلة وهذيك مو مشكلة؟ ربما من باب الإلزام يريد أن يقول أنه أنت لا تعذر إذا نحن لن نعذرك، ربما، وهذا لا. أنا أشوفه غلط يعني. نعم أكيد طبعا أنت تراه غلط، وهذا هو فعليا غلط، لأن أنا أعامل الناس بمنهجي. أنا مثلا ما أكفر الذي يفعل كذا، فمو مضطر مثلا خارجي كفرني بالمعصية أروح أكفره أنا بالمعصية. نعم إيه. فأنا أردت فقط أن أبين أن مسألة الروح هي أساساً يعني اتخذت للشو الإعلامي حقيقة وليست. لا أنا قلتها يعني، حتى لو أنت قلت نعم لله روح، لكن ربما تقصدها كإضافة تشريفية، ربما. ما هو لازم نستفسر منك، هل تقصد الروح لأنه في آيات مثلاً تقول أن الله مثلاً نفخ في آدم من روحه، فكانت إضافة تشريفية، مثل أن نقول بيت الله وناقة الله وغير ذلك، يعني إضافة تشريفية. فالأصل أن يستفسر منك هل أنت تقصد كذا وكذا أم لا تقصد، هذا هو الأصل. لكن أيضا بالمقابل نعم، الآن حتى علمت أنني قلت نعم، حقيقة أنا ما كنت أظن أنني قلت نعم، ربما سهو، ربما بتحصل يعني أثناء المناظرة بيكون كلام أو من بعد، يعني تعرف أحيانا أثناء النقاش، يعني مثل ما قبل قليل يقول لي فلان جهمي، أقول هذا بدك أقول لك كل البشرية جهمية، يلا كل البشرية جهمية خلص. فمن من هذا الباب أحيانا الواحد يقول كلمة، لكن أنا ما انتبهت على نفسي أني قلت نعم، وهذا غلط، إذا قلتها فهذا سبق لسان. أنا وعلى فكرة طيب. أنا ليش سجلت الفيديو، بدي أشوفك كيف. نعم بس بدي كيف أعكس الكاميرا، ما أدري إذا تعكس. هذه الرسالة من أحد الإخوة، مبين عندكم الرسالة والتاريخ؟ نعم. لا صراحة لا، هو مبين مقلوب يعني، المهم انه يعني مكتوب بعدين يقلبوها ان شاء الله. اخ ارسل لي انه اثبتتم الروح لله، فانا استغربت، ففورا اجبته بهذه الرسالة الصوتية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تقبل الله منا ومنكم بالنسبة للروح. لا بسم الله نفكر، هو جهمي قال إن إبراهيم أو موسى ما تذكر نفى عبادة الأصنام بحجة أنه لا روح له، وقال هكذا. فأنا قلت نعم. له إيه؟ تعبد إله ليس له روح، قال ما. فأنا لما رأيت أن المسألة أشكلت على الإخوة نشرت بداية هذا الرد اللي رددت به عليه، حولته على قناتي، ثم بعد ذلك قلت لا خليني أسجلها مقطع أحسن، فسجلت ذلك المقطع. فهذه القضية. طيب يا أخ محمد، أنت عارفني أنا هادي الحمد لله، يعني أنا بحاول كلامي يكون منصف، يعني لا تحيز لك، مع أنه أنت عارف طرفي أكيد يعني، ولا تحيز للطرف الآخر، لكن أنت أيضا يحصل منك للأسف نفس الشيء. يعني أنت الشيخ مثلا حسن الحسيني كنتم أصدقاء مقربين، وأنت طلعت دافعت عنه لما هاجمها طبرز، مرة كنت يعني تكلمت عنه فقلت أنه يضحك مع الرافضي، يعني كان
مرة ضحك مع الرافضي فأنت قلت أنه يضحك معه، يعني حصل نفس الشيء. يعني أنت لما تكون في مناظرة أو في حوار أحيانا هذا الشيء يحصل، فما يكون يعني مثل ما أقول لا تجرنا الخصومة إلى أن نصير يعني نطعن في بعض بأمور ليست طعن أساسا. يعني أنا الذي أراه يعني أنه طائفة المدجنة لا وجود لها حقيقة، يعني واحد يعتقد أنه النووي إمام ولا يحب أنه الشخص يقول عنه جهمي أو يكفره أو يسبه، هذا لماذا يوصف بأنه مدجن؟ طيب أجيب، هي الإشكالية وين؟ هي هاي صارت نوع من مغالطة رجل القش. يعني أنا مثلا هل يجوز لي أن أقول أنتم تعتقدون أن كل من يدافع عن البخاري حدادي؟ قل لي لا نحن ما قلنا هذا. أقول لا أنتم تقولون لأننا دافعنا عن البخاري في مسألة اللفظ وأنه ليس لفظيا قلتم عنا حدادية مثلا، ستقول هذه مغالطة. كذلك أنت أو أي شخص يقول إنكم تقولون حدادية تقولون مدجنة عن الذي يقول إن النووي إمام، نقول هذه مغالطة، لأننا أنا من الأول قلت الذين يوالون ويعادون على النووي هم المدجنة. يعني مثل لما يأتي ويقول ما عقيدتك في النووي، النووي ليس عقيدة يا أخي، لا هذا سؤال عادي. أنا لو سألتني مثلا في السيوطي أنا ممكن أقول لك مبتدع، لو سألتني مثلا في الرازي أقول لك كافر ما لم يتب، هكذا. يعني تسألني عن أي شخص أجاوبك عادي، فلما أسأل عن النووي لا أجهل. لا ماذا تعتقد، ماذا تعتقد، لا ماذا تعتقد فيه، هذا سؤال عادي، ماذا تعتقد في فلان، إلا إذا لا. يعني إذا لم تحب أن ترد تقول أنا ما أحب أحكي. لا نفس الشيء يعني الديني. قد يكون السؤال أنا فاهم، أنا فاهم لكن وليس ما تعتقد. نعم لا على فكرة هذه بتحصل، يعني الناس متشبعة بهذه اللغة، ممكن يقول لك ماذا تعتقد وهو يريد ماذا تقول عادي. يعني فعليا هم جعلوها عقيدة. نعم لكن لو طلعت مثلا رديت عليك أو مو عليك أنت لكن بشكل عام، لما أنا أطلع أرد على الأخ محمد بن شمس الدين وأقول له لا تهاجمنا أو لا تهاجم كذا أو لا تهاجم كذا، ممكن مع الوقت يصير يقول عني مدجن. يعني هو الحوار كيف طريقة حصل؟ الرد حسب طريقة الرد. يعني هل أنت ترى كلامي خطأ وعندك رد علمي عليه فعند ذلك أنت عادي، لكن هل أنت ستجعل محمد بن شمس الدين شيطان لأنه انتبه أنت قد تعتبره شيطان لسبب آخر، قد يكون عندك سبب وجيه، لكن تجعل الإنسان شيطانا لأنه لا يعتقد إمامة النووي في هذه المصيبة. مصيبة هي جعل الولاء والبراء على شخص. يعني الآن نحن إيش مشكلتنا مع المداخلة حقيقة؟ أنا مشكلتي مع المداخلة أنهم يجعلون الولاء والبراء على الشيخ على ربيع. نعم تماما. أنا الشيخ ربيع عالم بالمناسبة، عالم هو بالمناسبة، يعني اتفقنا أنا اختلفنا أراه عالم. نعم أراه عالم في الحديث وأرى أن له مكان وكذا وأحترمه إلى حد ما. نعم لكن عندي انتقادات عليه، فليش أنت توالي وتعادي عليه؟ فهنا صارت مشكلتنا مع المداخلة لأجل هذا. كذلك الآن بالنسبة لمن نسميه مدجن، مشكلتنا معهم أنهم يعاملونك بناء على رأيك بالنووي. وبعدين هو طبعا هي هو المشكلة أنه ليكون الكلام واضح، لأنه أنا أحب يعني أنا ما أحب الكلام المجمل، هو كلامك المجمل جيد لكن أحب الكلام المفصل، أنت عارفني جيدا. أنت لما تتكلم عن المدجنة أنت تقصد هنا حسابات وهمية أم تقصد ناس أصحاب قنوات وأصحاب إعلام وأصحاب يعني معروفين على وسائل التواصل حتى يكون الكلام واضح؟ وناس معروفين. نعم حلو، وناس معروفين. أنا ولا واحد من الأناس المعروفين يقول أنا أبدع من لا يقول أنه النووي إمام، وإنما تجده يهاجم من ينتقص منه. يعني في فرق بين أنك تقول النووي عنده أخطاء وبين تقول عنده أخطاء في العقيدة وبين تقول النووي جهمي ضال لا يعرف ربه، هذا الكلام اللي فيه انتقاص، واخذ بالك؟ أنت ممكن تقول نفس الكلام، يعني أنا أحيانا ممكن آتي وأقول فيك العبر لكن بشكل مؤدب ومنمق، وممكن آتي في نفس الوقت أقول عنك جاهل، لن تتقبل هذا الكلام، فاهم الفكرة؟ ممكن أقول لك أنت لا تعرف ربك ستعتبرها تكفير، واخذ بالك؟ أنت ممكن تستخدمها لا تعرف أن، لكن أنا لما أستخدمها عليك أقول الأخ محمد الشمس دين لا يعرف ربه، ماذا ستفهمها؟ تكفير، تقول هذا يكفرني. هي مو بالضرورة، لكن لما تكون هي بالنسبة لك تكفير وقلتها عني لأن المعرفة مراتب. لا لا لا، نحن نتكلم بظاهر الكلام، واخذ بالك؟
أخ محمد تتكلم بدا غير ظاهرها تكفير أكيد نعم فالواحد يعني ينتقي أيضا مصطلحاته. يعني أنت لما تتكلم يكون يعني ما تجرح مشاعر الآخرين أيضا، يعني أنت تعتقد أنه النووي له أخطاء، طيب تكلم عن هذه الأخطاء من غير تعريض، أنه هذا الشخص كذا وكذا وكذا. مشكلتنا مع التعريض الذي يحصل وليس مع أنه عنده أخطاء، يعني ما في عالم ما تكلم عن الأخطاء. والعلماء بشكل عام يا أخ محمد، نعم العلماء بشكل عام، يعني تجد ابن عثيمين علق على ابن باز في العديد من المواضع لكن لم يذكره بالاسم، وإنما يعرض بالفكرة، يعرض بالكلام الذي قيل من غير تعريض بالشخص. ألا يمكن لنا أن نفعل نفس الشيء؟ لو جاءك أشعري وقال لك قال النووي، أنا أعذرك، أقول لك تقول له النووي ضل في هذه المسألة، لكن أنت أصلا ما جاءك أشعري، أنت كلامك مع أهل السنة أو ما تسميهم المدجرة، فأنت يعني كيف أقولها لك، يعني خلقت عداوة من لا شيء، كان بإمكاننا تجنبها لو تكلمنا في الموضوع من غير تعريض بالشخص. فشو ردك على هذا الكلام؟ سؤالي لماذا أنا تكلمت بالموضوع؟ تفضل. بحسب معرفتك أنت، لماذا أنا قلت عن النووي مبتدع بعد أن كنت أقول عن لأنك تقول أن الأشعرية يستدلون به؟ لا هذا جزئية طبعا، لا أنا سمعتك أنت قلتها، لكن لا ابتداء نقطة ليش أنا بحثت عن عقيدة النووي، بحثت عن عقيدة النووي لأثبت أنه سلفي. لا. بحثت عن عقيدته لأثبت أنه سلفي أساسا، لما تبين لي أنه ليس سلفيا قلت فيه ما أقوله في الأشعرية، بس هي هذه الفكرة بالنهاية. لكن الذين كانوا يمتحنوني بالنووي ليس فقط الأشعرية، حتى الذين يعني مشكلة واحد ما أحب أذكر اسمه يعني أساسا، نعم لا تذكر نعم، لكن واحد معين كان كل يوم الثاني عن مقطع محمد بن شمس الدين يطعم بالأشعرية، هذا يعني أنه يطعم بالإمام النووي وهو سلفي ويصدر نفسه لا. على أنه سلفي وهو واحد يدرس في جامعة الأزهر. جامعة العلوم جامعة العلوم لا هي مثل الأزهر تقريبا إيه، فهو جزء بل أكبر جزء من المشكلة. فهي هذه المقاطع كانت تعمل قبل أن أو بالأحرى أثناء ما كنت أقول عن نووي إمام، كانت تعمل المقاطع فيديو عن أنه محمد بن شمس الدين يطعن بالإمام النووي. ليش؟ لأنه يطعن بالأشعرية. نعم وأنا كنت والله حتى عملت مقطع لكن كان على قناة الردود السابقة اللي أقفلت، قلت هذا واحد كذاب يكذب علي، أنا ما طعنت بالإمام النووي والإمام النووي ليس أشعريا، فكيف تقول لي أنك تطعن به لأنه أشعري، أنت اللي تطعن به. شوف كيف كان الموضوع. بعدين تغير. طيب لنفترض الآن أنا بحثت بحثا ووصلت إلى فكرة معينة ألا وهي أنه هذا الرجل مبتدع، أو خلينا نقول كافر، لأن في ناس يحبوا أنه أقول عنه كافر، نعم ينزعجوا لما أقول مبتدع، وهم يعني إعلاميا لما كافر أحسن. طيب لنفترض وصلت إلى أنه كافر، وصلت إلى أنه ملحد، وصلت إلى أنه نصراني مدعي أي إن كان، هل هذا يقتضي أنني شيطان وأحاول هدم الإسلام؟ هو الكلام في تفصيل، لكن بشكل عام يعني أنا لو أعتقد شو هذا، معلش يعني أحيانا التعليقات يعني بضغط على شيء معلش منكم، نعم نعم يا ريت المودريتور يعني ينتبهون. يعني هو بشكل عام لما تقول عن شخص أنه مبتدع يعني لا بد أن تجد اختلاف في هذه المسألة، يعني لما أنت كان من الممكن أنه تتبع مسلك آخر، يعني أنك لما هذا الشخص الذي أنت تتكلم عنه من دار العلوم قال أنك تطعن في النووي، يعني لنفترض أنه كذب عليك وقال في كل كلام، هذا ليس مبرر. يعني لو جاءني شيعي وطعن مثلا في صحابة النبي، أنا من باب البيان فقط، لو جاء شيعي وطعن في صحابة رسول الله هذا ليس مبررا للطعن في آل البيت يعني عند الشيعة، كذلك لو جاء شخص من النصارى وطعن في النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ليس مبررا للطعن في عيسى عليه السلام، كذلك نفس الشيء إذا جاءني أشعري أو جهمي أو أي مكان وكان يستدل بالنووي من أجل إقامة دينه كما يستدل الرافضي بآل البيت من أجل إقامة دينه كما يستدل النصراني بعيسى عليه السلام من أجل إقامة دينه، فالأصل أنه لا أنجر وراءهم، يعني لا أسمح لهذا النوع من الدعاية أن تجرني. أنت والله أنا ما كنت ما حتكلم عنك،
وكثير من الناس ما كانوا حيتكلموا. لو أنك تكلمت بإنصاف ربما أنت ترى نفسك منصف، لكن انظر أيضا إلى الطرف الآخر ماذا يقول. لو أنك تكلمت بإنصاف في المسائل العلمية فقط من غير تعريض، يعني أنك تقول الكلام الذي قاله مثلا قال أهل العلم فيه مثلا أنه كذا وكذا، من غير أنك تقعد تقول عليه مبتدع وهذا الشيء، ومعلش حاكمل نص دقيقة وأعطيك إن شاء الله المجال. لأنه أنا أقول لك، أنا أقول لك شيء، لا أنت لما تعطي فقط أخطاء شخص معين فالناس ستعتبره شيطان. أنا ما أقول لك أنك يعني نصراني عياذا بالله، لكن هذا الفعل يفعله النصارى والله ليس طعنا، لكن أنا بحكي بشكل عام. إيش بيسوي؟ يأتيك إلى الأمور المجملة اللي في التي قد يفهم منها طعن في النبي صلى الله عليه وسلم ويصورها لك إنه هذه شخصية النبي. فلما يأتي الإنسان المتجرد ويقرأ يجد خلاف هذا، يقول أنهم فعليا كانوا يشيطنون النبي وهذا حقيقي. فأنت لما تأتي تعمل كتاب أو فيديو هكذا، اللي يعمل هكذا مع محمد بن شمس الدين يفعل فعلا فعل النصارى لما يجمع أخطاء محمد بن شمس الدين يعمل قنوات عنه؟ نعم ممكن أقول لك نعم أنصفت. نعم لأنه هذا الشيء أنا ممكن طلع أي أخطاء، يعني أنا كأيوب أو الأخ أحمد عبد الحميد أو أي شخص طلع له أي أخطاء، فليش إحنا أصلا نعمل هذا الأسلوب؟ لماذا لا نتبع منهج العلماء الربانيين؟ العلماء الربانيين لما يأتون مثلا لشرح مسلم على النووي يعلقون عليه كاملا ويعلقون على الأمور اللي فيها أخطاء أو اللي فيها ضلالات كما أنت تقول، لكن حضرتك اللي عملته أنك تأتي بالأمور اللي فيها أخطاء فقط أو ضلالات وجعلتها يعني معيار أنه هذه عقيدة نووي. تفضل. تقدر تعطيني شيء من فضائل بشر بن غياث المريسي؟ بصراحة ما أجد. ليش ما تجد؟ لأن العلماء الربانيين في ذلك الوقت تكلموا عن أخطائه ولم يتكلموا عن فضائله. أكيد هو كإنسان ينتسب إلى الإسلام، طبعاً أنا لا أقول له فضيلة لأنه أساساً إنسان كافر، لكن أكيد له جوانب إيجابية مما يسميها الناس اليوم فضائل. لكن العلماء ليش ركزوا على الأخطاء؟ ركزوا عليها لأنه هو رأس من رؤوس أهل البدع، فركزوا على بدعه. فهذا الذي وصلنا. الجهم بن صفوان كذلك، كثير من الرؤوس. القضية بارك الله فيك لما ذكرت أنه ليش أنت تقول عنه مبتدع، البحث الذي أنا بحثته أدى بي إلى أنني أرى أنه إنسان مبتدع. أنا ما أستطيع أن أراه مبتدع، أقول للناس ترى ما أقول عنه مبتدع وبعد ذلك أنا في داخلي هو مبتدع، هذا سيكون تناقض أو سيكون إخفاء حق أنا أعتقد أنه هو الحق. هو ليس إخفاء حق يا أخ محمد، ليس إخفاء حق، لكن هذا يعني يهيج الناس على باطل. يعني أنت من الممكن فعلا أن تذكر نفس الكلام لأنه في فرق. يعني بشر المريسي فعلا ما وصلتنا فضائله لأنه من الممكن فعلا أن لا تكون له فضائل، يعني حتى لا نتكلم بافتراضات، هو فعلا ممكن يكون له ممكن ما يكون له فعليا، واخد بالك؟ لكن النووي رحمه الله، الإباضية أظن قرأت له ترجمة عندهم يذكرونه كشيء يعني عظيم. نعم الله أعلم، أنا لم أقرأ كتب ما قال الإباضية فيه، يعني أنا قرأت كتب أهل السنة فقط فيما قال فيما قالوا يعني في بشر المريسي. لكن النووي رحمه الله أمر مختلف. النووي رحمه الله أنت بنفسك مقر بأن أكثر أهل السنة مدحوه، فلماذا أنا لا أوافق أهل السنة؟ أنا نحن متفقين على مسألة، الأخطاء هي أخطاء مهما قام بها، سواء قام بها يعني واحد متأخر أو قام بها واحد متقدم، لكن الأصل الأصل أنه أنا لا أحاول أنه أصنع يعني مثل ما أقول عداوة بين المسلمين، لأنه المسلمين يعني تربوا على كتب هذا الشخص وتربوا على حب هذا الشخص وأنه إمام من أئمة المسلمين، فلماذا أنا أصنع صراعات لا طائل منها؟ أنت من الممكن فعلا أن تسقط القول وتقبح القول وكل شيء من غير أن تسقط القائل، تترك القائل بينه وبين الله، لأنه الموضوع كيف يعني؟ على نقطة مهمة. نعم. نعم. ألا وهي صناعة الصراع. الصراع من الذي صنعه؟ صنعه الذين هاجوا في الردود. يعني فرضا أنا أخطأت في وجهة نظري، قلت كلاما قاطعا، لو أنهم سكتوا خلاص، لو أنهم تكلموا كما أنت قلت، يعني مثلا كما تريد مني أن أتكلم عن النووي، أنه ترى يا جماعة لا النووي على حق والنووي مدري إيش والنووي كذا وأخطأ في عند ذلك الأمر سينتهي.
لكن لما قدروا للناس أن النووي عقيدة، أن النووي فلان الذي طعن بالنووي، يعني شوف كأنه كفر بالله، كأنه طعن بأبي بكر الصديق. فلما يصدر هذا للناس أكيد الطرف الآخر سيبين للناس أنا ما طعنت، أنا ماني جالس في بيتي وأقول فلان زنديق وفلان كافر وفلان مبتدع وفلان وأقيم الناس، لا أنا عندي مستندات، هذه المستندات تفضل. لا أنت إذن عندما تأخذ هذه المستندات وتعرضها للناس إذن أنت ما أدري إيش تفعل، وهكذا ثارت الأمور. الآن في كثير من الناس قد يقع في أخطاء، ممكن أنت أخطأت في حق إنسان معين، ممكن فلان أخطأ في حق إنسان معين. لما يكون هناك ثورة وهيجان وإيهام للناس أنه خطأك في حق فلان، اللي هو أنا ما أعتبره خطأ، لكن خطأك في حق فلان يقيمك أنت، يسقطك أنت، عند ذلك لا، هنا هذه نحن واقعين في مصيبة تقديس أشخاص. نعم. لكن الأصل، لكن هنا نعود للجواب الأول، هذا ليس مبرر أخي الكريم، هذا ليس مبرر. يعني لو هم هاجوا علي أنا من أجل، أنا فاهم أنه الإنسان له نزعة للانتصار للنفس، كلنا فينا باختلاف الدرجات، يعني الذي يقول لك أنا لا أنتصر لنفسي إطلاقا هذا يكذب، واخد بالك؟ لكن الإنسان يحاول أن يجعل ضابطه هو الدين. يعني لو أنهم لم يهيجوا عليك كما قلت يا أخ محمد، هل كنت لتقوم بعمل هذه المقاطع وتؤلف هذا الكتاب؟ أنا متأكد أن الجواب هو لا، لأنك قلت أنك قمت بهذه الحلقات بسبب هؤلاء الأشخاص، أليس كلامي صحيحا؟ الكتاب أنا بدأت به قبل ذلك. المسألة بارك الله فيك ليست مسألة أنه مبرر ولا غير مبرر، ولا أنا لا أتكلم عن موضوع الأسباب أو موضوع الدوافع، أنا أتكلم عن قضية أنه هكذا جرت الأمور. يعني الآن مثلا الشيخ ربيع المدخلي لماذا خرجت له أخطاء؟ لأن الناس صوروا أن ربيع المدخلي هذا الإنسان المعصوم الذي من طعن به طعن بالسلفية وما أدري إيش، فقالوا ترى أخطأ في المسألة الفلانية وأخطأ في المسألة الفلانية وأخطأ في المسألة الفلانية، أنتم ليش تصوروا للناس كذا؟ القضية لا. وين؟ القضية أنه بالنهاية هذه التي جمعتها أنا في الكتاب حاول أناس أن يردوا عليها، بماذا ردوا؟ في مسائل فعلا علمية ردوا عليها وأنا رددت على ردودهم. أكثر الردود التي تطرح علي ابن عثيمين مدحه. طيب أنا إيش بدي أعمل؟ ابن عثيمين رحمة الله عليه ورضي عنه ورفع درجاتي مدحه. بالنهاية أنا عندي شيء أمامي بدع في كتبه ومصائب، ليس فقط بدع، مصائب في كتبه، وفي عندي كلام للسلف رحمة الله عليهم، بل حتى كلام للشيخ ابن عثيمين نفسه لو طبقناه على النووي لكان النووي كافرا، لو طبقناه هكذا بهذا التطبيق. يعني مثل الشيخ لما يقول انه لا عذر لاحد انكر علو الله سبحانه وتعالى، هو يقول لا عذر، يعني شوف انا بالنسبه لي اقول هو عنده عذر لا يكفر. حتى ابن باز رحمه الله قالها، لكنه في نفس الوقت يعذر النووي والسيوطي وغيرهم. يعني في فرق بين الكلام المطلق وبين الكلام المطلق كلام المفصل. الكلام المطلق هذا يلزمه، عليه أن يبين لنا لماذا هو لم يطبقه. أنا ما أعرف لماذا ما طبقه، هو كان عليه أن يبين، ما بين رحمة الله أو ربما عليه لا أو ربما لا يعتبر الأشاعرة ينكرون العلو، لأنه فعلا ممكن الشيخ ابن باز أو ربيع أو غيرهم يقولون فعلا أنا منكر العلو كافر، وربما لا يعتبرونهم أصلا منكرين للعلو، فهذا الأمر لم نستفسر منه. نعم. نحن لا نعرف سبب عدم تطبيق هذا الكلام على هذا الشخص أو على الأشاعرة عموما، فهي هذه القضية. القضية وين؟ أنا عندي مستندات معينة تقول إن هذا الإنسان مبتدع، فلماذا أنا أخالفها طالما إنه أولا هذه ثابتة عندي، ثانيا ما في رد علمي عليها يقول لي لا الذي تنطبق عليه هذه الأشياء عند السلف لا يكون مبتدعا. أنا عندي تفصيل في المسألة، لكن بشكل عام يا أخ محمد، الذين قلت يعني المدجنة الذي أفهمه أنهم من يهاجمون أهل السنة الذين يردون على المبتدعة، صح؟ الذين يطعنون بأهل السنة لأنهم يردون على الأشعرية أو يبدعون الأشعرية أو نعم. يعني أنا مثلا لو أخذ بقول أي عالم، يعني سواء الفوزان أو المنجد أو غيرهم، الذين يقولون انه الذي يتكلم في النووي كذا وكذا، وانت اكيد عارف الاقوال، هؤلاء ليسوا مدجنه صح؟
لكن عندما تنزلها على الناس هم قالوا نعم قالوا هذا الكلام غلط أكيد. لكن لا لكن ليس مدجنا. أنا أنا والله أفضل لك المسألة حتى ما يأتي إنسان ويتترس بهذا. هل نعرف عن الفوزان رحمة الله عليه أنه تكلم في ناس وقال فلان مثلا ضال ولا فاسق ولا مبتدع لأنه تكلم عن أبي حنيفة ولا لأنه تكلم عن النووي؟ ما قال هذا هو عن حد. هو في كلام يعني عن محمود الحداد، في كلام يعني للفوزان عن محمود الحداد؟ أذكر ذلك، الله أعلم يعني ربما تخونني الذاكرة، لكن أظن أنه له كلام في محمود الحداد. أنا الذي أعرفه يعني حتى لا حتى لا تكلم فيه إلا ربيع. لا لا في كلام، في كلام ما أدري حقيقة، لكن القصد أنهم صح قالوا هذا الكلام وهذا الكلام غير مقبول، ولكن مع ذلك ما علمت عنهم أنهم والوا وعادوا على هذا. يعني أنت قد تقول كلاما معينا تشتد فيه لأجل مصلحة معينة أنت تراها، لا تشتد من حيث الأحكام التي فيها كفر وإيمان وبدعة، تشتد هذا سفيه مثلا، ترى هذا مو حكم شرعي. عرفت؟ في فرق بين تطبيق حكم شرعي أن تقول هذا كافر، لا هنا أنت تتكلم كلام شرعي، لما تقول هذا سفيه، هذا جاهل، هذا مدري إيش، ترى قالوها في كثير من المسائل. نعم. إيه. فالشيخ صالح يا أخي محمد بن شمس الدين ومشايخ آخرين قالوا هذا الكلام الذي قال به من يسمون المدجنة. فاللي أشوفه أنه يعني إذا أنت أصلا أردت تجنب كل هذا الكلام، يعني أنا أتكلم عنه سأتواصل مع الطرف الآخر، أنا أخليها علي أتواصل مع الطرف الآخر، لكن أنت من نفسك يعني ابدأ بادرة الخير واسكت. يعني ما أقول لك يعني لا تتكلم في الأخطاء، تكلم في الأخطاء، لكن خلي الكلام بشكل علمي مثل ما كان يفعل ابن باز رحمه الله وابن عثيمين، حتى لو تعتقد أنه مبتدع، لكن على الأقل يعني ارحم إخوانك من أهل السنة. يعني نحن لدينا جبهات كثيرة، العلمانيين يعني حتى الأشعرية. نعم أخي بارك الله فيك. أنا آخر مرة تكلمت عن النووي متى؟ بصراحة كل يعني بث لازم تجيب سيرته في النص، يعني كل بث بصراحة إذا سألت يعني عنه ممكن. نعم لازم. إيه. أنا على فكرة يمكن في حلقة اليوم في مصابيح أنا ذكرته من باب الإلزام للقبرص، لكن القصد كعمل حلقة عن الموضوع. أنا في آخر مرة عملت حلقة لما أنهيت السلسلة التي في عن الكتاب، يعني آخر حلقة في شرح الكتاب، لكن كحلقة عنه أنا أقصد من زمان ما عملتها. نعم أنا لما واحد يسألني ولا واحد يناقشني مثلا، أنا دخلت هنا في بالي المناظرة انتقلت للنووي، حتى الأخ أنا ما ذكرت له النووي، ذكرت له السيوطي، راح هو النووي. القضية وين؟ إنه صارت لا هي يجب أن تذكر. طيب متى ستنتهي؟ الله أعلم. أنا بالنسبة لي لا أتعمد أن أو لا أرى أن هذه المسألة من الجيد إثارتها حقيقة، لكن أنا أعرف أنه في طرف يثيرها، فأنا في المقابل بدي أثير شيء مقابل لهذا، أبين أنه هذا الذي لا صراحة يا أخ محمد الخطأ لا يعالج بخطأ، هذا الذي أراه يعني، وهو وممكن أفصل لك في المسألة يعني إذا تحب. طيب يعني أنت ليش ترى أنه خطأ؟ أرى أنه خطأ لأنه أنا أخبرك يعني نحن موضوع النووي موضوع فيه خلاف، يعني بغض النظر عن الآخرين، موضوع النووي هنالك من اختلف في توبته من عدمها، هنالك من اختلف في أنه رجع إلى منهج أهل الحق أو لم يرجع، موضوع يعني مواضيع كثيرة جدا وشائكة. الأصل أنه خلص يعني سيبك من النووي، أنت خلي نقطة غيرها، يعني أنت مزق عقيدة الأشعرية، لأنه خلي بالك أنت لما بتجيب أسماء الناس بتحب هذه الأسماء والله ستنفر منك. أنت يعني لما يأتيك شخص يقول لك مثلا النووي مثلا ينكر العلو كأشعري، تقول طيب الإمام أحمد أثبت العلو، الأئمة الأربعة، السلف كذا كذا، رسول الله، القرآن الكريم. فالنووي إذا خالف هؤلاء ليس حجة عليه بل حجة على نفسه، فهو مثلا لن يتبع أخطاء الإمام مالك أو الأخطاء لن يتبعها، قل له أنه النووي أخطأ، النووي تلبس مثلا بعقيدة الأشعرية أو تلبس بكذا وهذه العقيدة باطلة، من غير أن نخوض في الشخص نفسه، من غير يعني أن نتعرض هذا جهمي هذا كذا هذا كذا. الله يرضى عليك، يعني إحنا مش ناقصين يعني في هذا الموضوع، يعني يكفينا. قلت كلمة مهمة جدا. نعم. أنه لما أذكر هذه الأسماء الناس تنفروا مني. نعم. وهذا على فكرة واقع،
نعم. جزء من الناس وليس كل الناس. فهذا على فكرة هذا فيه أنني لما أذكر هذا ما أريد الشهرة كما يزعمون، بالعكس أنا فقدت كثيرا من الذين يتابعوني، فقدت كثيرا من أحبابي، فقدت كثيرا من أصدقائي بسبب هذه، ولكن أنا لماذا لا أتراجع عن موقفي؟ السبب الوحيد أنه لا يوجد رد علمي يبين لي أن موقفي غلط. الآن من ناحية أنت تقول نعم المصلحة أن لا يذكر، نعم. على فكرة أنا والله أوافقك إلى حد كبير، المصلحة السكوت، ولكن أنا أرى أن المصلحة السكوت من طرفين. ليش؟ لأن أكيد. لو سكت نعم. أكيد أكيد أنا متفق معك، لكن ما تهتم للقنوات اللي أصلا يعني ما يعني ما يطلع مثلا واحد أشعري زي عماد الدين دحدوح أو غيرها وتقول لي إنه هذا محسوب على هذولا يعني بالضبط، يعني هذا الذي أقصده، مو كل شخص يطلع يحكي عليه تجعله أنا أنا قصدي وين؟ قصدي إنه لما يكون في طرف يضغط إنه نووي إمام، نووي إمام، نووي إمام، والطرف الذي يضخ الفكرة المعاكسة إنه ليس بإمام أو هو مبتدع وكذا، الطرف هذا سكت، الجمهور ماذا سيتلقى؟ فكرة واحدة إنه النووي إمام المسلمين، إمام الأئمة، فهنا لا ما صار في توازن. طيب أنا ليش قضية النووي مهمة يا أخي؟ خلوا يعتبروا إمام. ممكن تقول لي هذا الكلام صح؟ خلوا يعتبروا إمام، المهم إنه الطرف الآخر عم ينبه إنه عنده أخطاء. أنا أرى أن اعتبار المبتدعة أئمة هذا باب فسد، هذا باب. وإن كان أنا أعرف أنه مثلا أنت عندما تقول إمام أنت لا تريد أن تفسد في الأرض، أنت نعم. فقط أنك تقلد العلماء الذين قالوا إمام، نعم. وتنبه على أخطائه، ولكن نعم. أنت من حيث لا تدري فعليا أنت رسخت في عقل المستمع لك أن هذا الإنسان مع وقوعه بتلك الطامات العقدية يستحق درجة الإمام. إذن هذه الطامات العقدية ليست طامات، حتى لو قلت له هي طامات، ولكن الواقع فيها والمروج لها في كتبه إمام. طيب معناته هذه شيء يعني ما هو كبير. لا لا صراحة مو متفق معك أصلا، هو فعلا ممكن يكون إمام وأخطأ، نحن نقولها إمام وعنده أخطاء عادي جدا، يعني ليس قولنا أنه إمام معناها معصوم، يعني الرافضة عندهم الإمام يعني معصوم، لكن نحن نقول إمام يعني شخص متفقه، شخص عالم، شخص دارس، هذا الذي نقصده بالإمام، ولا نقصد بالإمام أنه شخص يقتدى به في كل أمور الدين والدنيا، لا ليس شرطا على الإطلاق. أكيد لا تقولون معصوم، لكن القصد كلمة إمام تطلق على رجل صالح، رجل فاضل، نعم. فطالما أن هذه القوام العقدية ما أثرت عليه في وصفه بالإمام والمدري إيش ولي الله مثلا، حتى بعضهم يقول هو ولي لله سبحانه وتعالى يجزم بها، نعم. طيب إذن هذه يعني هذه صارت أخطاء، مثل خطأ في مسألة في الوضوء، خطأ في مسألة في الجراحات، خطأ في مسألة في القضاء، عادت هذه مسائل العقيدة اللي هي ركن من أركان التوحيد عادت لا شيء. صراحة لا أخي أحمد، لا والله أخي أحمد بالعكس، نحن لما نقول اللي بيكلمك الشيخ محمد أنا الأحمد عادي عادي أحمد ومحمد عادي عادي. معلش يا أخي محمد، الموضوع أنت نحن نقول إمام ونقول عنده أخطاء في العقيدة، فلا أحد يفهم أنه هو إمام إذن ليس عنده، لا ما احنا بنقول يعني لما نقول مثلا على ابن تيمية امام نحن نطلقها، لكن هل يأتي شخص يقول يعني من اهل السنة يقول ابن تيمية امام وله اخطاء في العقيدة؟ لا، لكن نحن لما نقول النووي امام عنده وعنده اخطاء في العقيدة؟ لا لا بشكل عام كإنسان، بشكل عام نعم كإنسان نعم، لكن في العقيدة عقيدته عقيدة اهل السنة، عقيدته صحيحة اكيد. انا نعم. اتكلم وين انه ما هو ابن تيمية رحمة الله عليه عندما نقول إمام هذا لا يعني أنه ليس عنده أخطاء، أكيد نحن نقول ذلك، لكن نحن الكلمة وين؟ ابن تيمية إمام والنووي إمام، طيب إذن إيش التفريق بين درجة الأخطاء؟ أنا أبين لك ابن تيمية إيه؟ ليس له أخطاء في العقيدة والنووي له أخطاء في العقيدة إيه؟ فهنا هذه القضية أنه درجة هذه الأخطاء، فعندما نساوي ابن تيمية بالنووي صارت درجة أخطاء النووي بنفس درجة أخطاء ابن تيمية، وهذا صراحة.
لا صراحة أنا لا أقول بذلك. ثواني بس لأن أنا الشحن الجوال راح يتوقف. يا الله. بدي أوصل له شحن. طيب يا إخوة الله يبارك فيكم، ما هو أنا مناقشه يعني الإخوة بيحسسوني إنه أنا مثلا ما بعرف أناقش، طلع الأخ وطلع الأخ كأنه أنا يعني ما بعرفش يعني محطوط كده يعني. الله يبارك فيكم يا إخوة، أنا بعرف أناقشه حطرح النقطة الجوهرية. فإحنا إن شاء الله إن شاء الله أنا والله أنا قلتها ما يهمني يعني موضوع لا الشهرة ولا غيرها يعني مو هذا أهمي، لكن إذا والله تم الصلح هذا خير. أنا أقولها من الآن لو تم الصلح سأخفي مقاطعي عن الأخ محمد، ويريت الأخ محمد يعمل نفس الشيء ولا يهتم، يعني تكون بادرة الخير منه. يعني يا أخ محمد لو بادرة الخير منك والله سنحترمك. أنا قلتها يعني قبل 4 سنوات، يعني أنا قلتها لك يعني شاركت معكم مع الشيخ أبو عمر الباحث، وقلت إن أنكما أكثر شخصين بحترمهم يعني قلتها ساعتها يعني، وكنت أحبك أكثر من الشيخ وليد. لكن الآن تغير الموضوع، الآن يعني أنت عارف يعني لما أشوفك تتكلم في النووي وغير ذلك يعني حاجة يعني قلبية، يعني ما تقدرش تقول لي ليش لا حاجة قلبية كده يعني. أنا كتب النووي قرأتها وطلعت عليها وأنت عارف يعني هذه المسألة، فحتى لو قلت لك أنا بحبك مثل زمان حكذب عليك، واخذ بالك؟ فابدأ بادرة الخير من عندك، لأنه شوف أهل السنة يقولون مقولة يعني في فرق بين من أراد الحق ولم يبلغه وأخطأه يعني، وبين من أراد الباطل وأصابه يعني. النووي أنا أقولها لك، مو بس النووي، كثير من الأشعرية أو من علماء الأشعرية أصولهم سنية. تقول لي كيف؟ هم أصولهم كلامية، صح ولا مو صح؟ نعم. لا بقى هنا الجزئية هذه لازم تركز فيها. النووي رحمه الله، أو سيبك حتى من النووي، خلينا في واحد مثلا مثل القرطبي، واخذ بالك يا شيخ محمد، تجد أغلب الاستدلالات قال الله قال رسول الله قال السلف، صح؟ ستقول لي لا هو النصوص التي يأتون بها لا لم تصح عن السلف، متفق معك. النصوص التي يأتون بها عن النبي لم تصح عن النبي، متفق معك. النصوص التي يأتون بها عن العلماء كمالك وأحمد والشافعي لم تصح، متفق معك 100%، صح يا شيخ محمد؟ شوف يعني شقد أنا متفق معك. لكن واحد يستدل بقال الله قال الرسول، آتي وأنا أبدعه بحجة أنه يستدل بكلام الرسول الذي صح عنده ولم يصح عندي. واحد مثلا يجيز التوسل مثل السيوطي، يجيز التوسل أنا متفق معك، لماذا أنا أعذره في هذه المسألة؟ لأنه يستدل بكلام عن النبي أو عن الصحابة أو عن التابعين، وهذا الكلام غير صحيح فيه نظر. يعني لو أنك أسقطت هذا الكلام، لو حاورته أو ناقشته وبينت له بطلان هذا الكلام، لحق لك أن تبدعه أو أن تكفره. شو ردك على هذا الكلام يا أخي محمد؟ طيب، هي الاستدلال بالكتاب والسنة ليس حكرا على أهل السنة، بل كل الطوائف، جهمية، روافض، معتزلة، أشعرية، ماتريدية، كلهم يستدلون بالكتاب والسنة. لا صراحة المعتزلة لا صراحة لا 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 المعتزلة لا لا السنة لا صراحة. انظر إلى رد الدارمي على بشر المريسي، تجد أن كل رد أو بالأحرى قسم كبير من ردوده على المريسي يقول للمريسي أنت استدللت بالآية الفلانية وردي عليك القرآن. نعم نعم نعم، لكن المعتزلة لا يثبتون إلا المتواتر. المعتزلة يعني يستدلون بأحاديث أحد نادرا يعني، قد تجد فيما ينصر عقيدتهم فقط يعني، لكن بشكل عام لا يستدلون بالأحد أكيد، ولكنهم يستدلون بالنهاية. فإذا نعم. هو لا ليس الموضوع أن الكتاب الاستدلال بالكتاب والسنة هو حكر على أهل السنة، لا الجميع، ولكن القضية وين؟ القضية عندما تأتيك هذه النصوص التي في إثبات صفات الله سبحانه وتعالى فيؤولونها، هم ما أولوها بالسنة، أولوها بالرأي، أولوها بالقواعد الكلامية التي تقول لهم أن هذه تقتضي التجسيم. يعني مثلا لما النووي يقول إن رؤية الله سبحانه وتعالى يستحيل أن تكون يكون الله سبحانه وتعالى يرى في جهة، الاستحالة هنا بناء على ماذا؟ بناء على قرآن ما في، بناء على سنة ما في، بناء على حديث ما في، بناء على أثر من صحابة ما في. إذا من أين أتى بها؟ من القواعد الكلامية التي تقول إنه يستحيل أن يكون الله في جهة. لا ما هو خلي بالك الشيخ محمد، الجهة عندهم غير الجهة عندنا، عندنا نحن نقول الجهة يعني نشير بها إلى
مكان أو يعني ما نقصد بها شيء كحيز إنه الله محيز فيه صح، لكن عندهم نعم. يعني لما يعني أضرب لك مثال، واحد يعني دارس في الأزهر صح، حتى لو لم يرد أن يتلبس ببعض الأمور الباطلة سوف يتلبس بها إلا إذا درس بعد ذلك من خارج منظومة الأزهر ووصل إلى هذه الأخطاء صح. نفس نعم. الشيء يعني واحد لما يكون في بيئة غالبيتها أشعرية، لا أقول الكل، غالبيتها أشعرية، يقولون أن الجهة معناها كذا، الحيز معناها كذا، هذه المصطلحات تستخدم في إطار، فأنت بالأصل يعني لو لما تطلب منه أن يثبت هذا المعنى الذي يعتقد أن فيه إساءة لله عز وجل تكون ظلمته، لأنك لما تقول له أثبته وإذا لم تثبته فأنت كافر، فأنت تطلب منه أن يعتقد بشيء هو كفر، يعني أنت أصلا لا تثبت المعنى الذي هو ينفيه. لما يقولك مثلا نحن لا نثبت المكان، هو يقصد المكان الذي يحتوي الله عز وجل، أن الله عز وجل مفتقر، هو إذا أثبت هذا المعنى يكون كافر، أنت أصلا لا تريد منه أن يثبت هذا المعنى صح يا شيخ محمد؟ لا تريد منه أن يثبت هذا المعنى الله بالضبط. أكيد لا. بالضبط. فهو يرد هذا الكلام ويعتقد أنه هذا هو المعنى الذي نحن نتكلم عنه، فلهذا لما أنت تقيم عليه الحجة يكون كافر، لا يكون حتى مبتدع. وهذا قول الألباني فعلا. بالمناسبة هذا قول الألباني يعني نعم قول الألباني وقول إيش اسمه ربيع المدخل، وهذا قول نعم يعني سبحان الله. بالنهاية هنا إذا صارت عقيدة عقيدة الأشعرية واحدة، ما الفرق؟ لا هي ليست واحدة بالضبط، يعني هو يعني في بعض الخلافات يعني، وفي في هذه مثل ما أقول يزال الإلباء يعني يزال التلبيس، يعني لأنه في تلبيس في المصطلحات هي أحيانا يعني أضرب لك مثال يعني ممكن أضرب لك مثال يعني أنا فاهم لا ما هو عشان تقول فاهمين هذا دخول في النية، لازم تعرف المتكلم عنه، لكن بشكل عام هو واحد ممكن يقول كلمة بحسب ما تعلمها. يعني أنت اليوم مثلا جئت بمقطع للشيخ محمد حسان صح؟ ما هو كلامه هو فعلا عين كلام الأشعرية، لكن هل أنت تعتقد أنه ينوي كلام الأشعرية؟ الجواب هو لا صح؟ فهذا هو الذي أنا أقصده، يعني هو ممكن شخص تلبس ببعض المصطلحات، تلبس ببعض الكلام الفاسد، لا يعرف أصلا ما هو. خلي بالك ممكن يكون عالم وممكن تلتبس عليه هذه الأمور، هذا الموضوع ليس حكرا على العوام، ممكن عالم لأنه كل يوم يعني يقرأ على علماء ويقرأ كلام منسوب للسلف زورا أو يقرأ كلام منسوب للنبي زورا أو لعلي بن أبي طالب، مثل الأثر الذي يقول أن الله كان بلا مكان إلى آخر ذلك، يقرأ هذه النصوص فيخرج منها بعقيدة فاسدة، مع أنه قد تبدو مخالفة للقرآن، لكن لما أنت يكون أمامك سلف مزعوم، يعني ليس السلف حقيقة، سلف مزعوم وقول للإمام أحمد ينفي فيه المكان أو قول للإمام مالك ينفي وغير ذلك، فأنت تضطر بعد ذلك إلى أن تسلم بهذه العقيدة، مضطر يعني لا بطل، أنت مضطر. أظن يعني أنك متفق معي، ليس إلى درجة كبيرة لكن متفق معي إلى حد ما. الموارد متاحة الآن. على سبيل المثال النووي عاش في زمان فيه الحنابلة الذين كانوا يثبتون علو الله سبحانه وتعالى ويكفرون معه معه هم كانوا في الشام وهو يعني قريب منهم. يا أخي محمد كان. أنا في المغرب كنت زمان يعني عايش، كنت متلبس بعقائد الأشعرية يعني قبل ما أعرف الإخوة المصريين بارك الله فيهم. كنت ليش ما هو خلي بالك الآن نحن في عصر الإنترنت، لكن لما أنت تكون عايش بمكان، ما الذي يدفعه أصلاً إلى أن يذهب للشام ويعتقد بعقائد الحنابلة؟ هذا يعني لا حتى لو كان طالب علم، ما هو مشايخه يعني ليسوا علماء عنده، ما هو أكيد علماء عنده، أو أنه الرافعي وغيرهم يعني عنده هؤلاء جهلاء، أكيد ليسوا جهلاء، لكن أنا لما بدي الحق أخذه من جهة هكذا خلاص أحصر نفسي في هذول المشايخي، معناته بالتالي كل الصوفية وكل الشيعة وكل ما هو هؤلاء المقلدين، ما هو هؤلاء المقلدين يا أخ محمد، هؤلاء المقلدين يعني هو يقلد علماء حتى لو يصدر على أنه إمام. يعني أضرب لك مثال، يعني هل هو أحسن في موضوع اللغة وفي موضوع التفسير في غير موضوع العقائد أحسن أو ما أحسن؟ فهو أحسن إمام في هذا الجانب، ممكن تقول الزمخشري إمام في اللغة أحسن في التفسير. نعم. واخد بالك يا لا هي القضية وين؟ القضية العلم موجود في الكتاب والسنة، المشايخ الذين يثبتون الحق موجودين حوله،
يعني بينه وبينه بينهم هو أظن كان عايش في حوران ولا يعني منطقة قريبة من دمشق، ودمشق كانت مليئة خاصة بالحنابلة. طيب وهو من المفترض يطلب العلم، هو طالب علم. ما هو طالب العلم يا شيخ محمد يعني، لكن نحن نتكلم أنت قلت السنة لحظة. أنا متفق معك. نعم أنا ليش أقول هو يعني ضعف الفكرة اللي ببالي، لكن أنا أقصد هو اقتصر على أن أخذ العلم من طائفة معينة ألا وهي الأشعرية. نعم. ليش أهمل أهل السنة؟ ما هو هذا في نظرك، الله أعلم، ربما هو لم يتعمد الإهمال، لكن هو العلم الذي أخذه من هؤلاء أيضا علماء، الرافعي ابن الفركاح، الراجحي، غيرهم، كل هؤلاء يعني علماء أخذ منهم، والنصوص التي يستدل بها هي كلام السلف يعني، وإن لم يصح عن السلف لكن كلام السلف، كلام منسوب للإمام مالك في نفي المكان لله، كلام منسوب للإمام أحمد، طيب كلام منسوب للإمام الشافعي. هو يعني هو محدث يحسب عن المحدثين، وما يعرف يحقق في نسبة هذا الكلام للإمام مالك. الألباني رحمه الله يعني كان من أعظم المحدثين يعني في زماننا، وعنده أخطاء يعني في كثير من الأحاديث، هذه ليست أخطاء في أحاديث لكن حديث في سنده كذاب أو أثر في سنده كذاب، أروح أثبت في عقيدة؟ ربما يكون في تساهل، الله أعلم، ربما هذا مما يوافق فأخذ به. القضية وين؟ إنه الأشاعرة يتساهلون في هذه لأنها تؤيدهم. ما هو لهذا نحن أصلا فتحنا هذه المنابر لنرد عليهم ونبين أخطاءهم. واخذ بالك يا شيخ محمد، أخطأ في مسألة. نعم. راح على المسألة الثانية أخطأ، راح على المسألة الثالثة أخطأ. طيب لما وصلنا المسألة 18 19 20 يا أخي تحقق، مو دينك هذا، مو أصول الدين، مو معرفة الله سبحانه وتعالى. لا هو يعني أخطأ في بعض المسائل، ثلاث أو أربع مسائل بالكثير يعني، مو 18 مرة واحدة. لا وين قرأت الفارس تبع الكتاب عندي؟ لا قرأت جزء كبير منه صراحة يعني، وأنا مو متفق مع كل الكلام صراحة، خصوصا في العلو، لا في كلام أصلا يحتاج إلى تعليق، بس ماشي حقول 18. لكن هو هل يعني اللي بيحصل أنه يؤتى بالكلام من غير الأدلة والرد عليها، يعني أنا أقول السيوطي يجيز الاستغاثة صح؟ وهو في نفس الوقت أنت تجده يعرض أدلة، أنت الأصل أنك تبين بطلان هذه الأدلة، بحيث المشكلة أن السيوطي مو معانا يعني، مو خالي أو جاري أو غيرها، مو معانا يعني حتى أقيم عليها الحجة، فلذلك أنا أتركه من هذا الباب. لكن المعاصرين أنا متفق معك، بإمكانك أن تقيم عليهم الحجة، بإمكانك أن تناظرهم، بإمكان يعني الوسائل متعددة. حتى المعاصرين يعني مثل أحمد الطيب على سبيل المثال، شلون بدنا نقيم عليه الحجة؟ أحمد الطيب ما أريد أحكي، لكن أنت عارف رأيي فيه بكل صراحة، أنت عارف رأيي بالسيوطي أكيد. لا 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 أكثر من رأيك من السيوطي حتى كمان. الله المستعان كمان لكن ما أقدر عشان أنت عارف يعني. معك حق. القضية وين؟ القضية أنه بالنهاية الحق موجود، نحن عندنا قواعد، هذه القواعد تقتضي أنه من فعل هذا كافر، من فعل هذا مبتدع. أكيد كل إنسان بنفسه، هو كشخص بنفسه يقول أنا عندي مبررات، أنا عندي أدلة، أنا عندي مدري إيش. لو ناقشنا أي إنسان من أي طائفة سيقول مثل هذا الكلام. فإذا أردنا أن نقول بهذه الطريقة أنه هذا عنده أدلة، بالتالي يعني صار كل البشرية التي انتسبت إلى الإسلام عندها أدلة، الجهمية نفسها، الروافض نفسهم عندهم لا أدلة. في فرق أخ محمد، في فرق بين من يستدل بقال الله قال الرسول ويستدل بكلام السلف، وبين شخص يأتي أصلاً ينكر الأحاديث الصحيحة، يرد الأحاديث الصحيحة، ينكر كلام السلف، يطعن بالسلف. لا في فرق، هي عنده مو صحيحة. شو هي؟ صحيح. النووي يعني. يا أخ محمد، أنا قرأت شرح مسلم على النووي، يصحح حتى أحاديث ضعيفة مستحيل أصلاً الأشعرية يثبتونها، مثل حديث الصورة، مثل حديث النزول، قليل من الأشعرية من يثبتونهم أساساً، دوماً ما يطعنون في سنده، حديث الجارية يعني اغلب الاشعريه يطعنون في سنده. انا عارف انه ثابت. لا صراحه انا قرات كلام، نعم قرات كلام ينكرونهم فيه، والله اعلم ربما تخوني الذاكره يعني، الله اعلم، لكن ايضا ما ادري. لكن نعم حديث الجاريه مثلا، حديث الجاريه مثلا اغلب الاشعريه ينكرونه، اغلب، ما اقول لك الكل، اغلب 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 اغلب. لا المعاصرين ممكن، لكن سابقا لا، ما كان احد ينكره. ابن فورك وهؤلاء كلهم ما كانوا ينكرونه.
بالعكس يكتبونه، لكن هم يقولون أنها كانت تتكلم عن المكان. تتكلم عن إيش؟ المكانة وليس المكانة. عن المكان. نعم قرأت كلام قريب من هذا الكلام. نعم لكن بشكل عام أنا حتى أرى حتى لا نتوسع فيه، حتى لا نتوسع لأن أنا وعد الناس بالبث مباشر ولكن دخلت معكم. ماشي لكن الهدف يا أخ محمد أنه نصل لنقطة مشتركة. حتى معلش لو طولت يعني أنت ممكن تأخر بثك شوي ولا تأخذها مني قلة أدب عشان بس نصل لنقطة على العين وأنت شايف عشان بس نصل لنقطة ما يكون فيه بعدين يعني أي شخص أنا من الأطراف. نحن نريد أنه الأمر يتوقف فتفضل. ما هو أنا هذا قصدي أنه نرجع للنقطة الأساس التي تريد أن تطرحها اللي هي نقطة التوافق. ما هي بتصورك؟ والله أنه أنت تتوقف من عندك والطرف الآخر بعد ذلك سيتوقف بالتدريج. يعني أنا سأكلم بعض الإخوة الذين أعرفهم ليتوقفوا. سأقول أنه الأخ محمد يعني سأخذها منك كلمة إن شاء الله على هذا البث أنك لن تتكلم عن يعني لن تطعن فيه يعني بشكل أدق، أو إذا تكلمت ستتكلم بكلام علمي يعني في صدد الرد على الأشعرية وغير ذلك، مو صدد الرد على أهل السنة أو من تعتبرهم مدجنة. تقبل هذا الكلام يا أخ محمد ويريت ما تعتبره أنه محاكمة أو شيء. والله مو هذا قصدي. لا لا لكن لا أنا أريد لا أن أخذ منك أريد أن أخذ منك هذه الكلمة حتى لا تبقى في حجة، حتى لا يقال بعد ذلك لا هو قال كلام عام قال كلام مجمل. فهم بالك واخذ بالك. ممكن قبل تعليق قبل من الشيخ يجيب. أخويا أيوب أنت بتقول أن أخذها كلمة منك أنك لا ترد في هذا الباب إلا رد علمي. الشيخ محمد يرى كل ردود اللي ردها في هذا الباب ردود علمية، وأنا أرى أن كل ردود اللي ردها في هذا الباب ردود علمية، وكذا مخالفين يعتبروا ما ردوا في هذا الباب ردود علمية. فبالتالي سنكمل في طريقنا هكذا. محمد سيرد سيعتبر ردوده ليست علمية والآخرين سيردوا وبالتالي ردوا ليست علمية. لهذا أنا فصلت كنت أريد أن أقول شيء معين. أنه مثلا أنا أحيانا مثل اليوم أنا على فكرة لما جبت كلام النووي ما جبته للطعن بالنووي، لما ما أدري شفتها لما تكلمت عن طبرز إيه هو طعن بالشيخ الألباني لأنه قال كلام، أنا جبت له كلام النووي أنه هو قال نفس الكلام. نعم كلام جيد. ممكن نعم. مثل هذه ممكن مثل نعم هذه يقول شو قال فما قاله. فأنا لما ألتزم بكلمة تأويل هذه الكلمة كيف راح يكون التعامل مع هذه الكلمة كيف راح يكون، فهذا الذي سيصعب المسألة جديد جدا بالنسبة لي. المسألة الأخرى إنه أنت أعمل اللي عليك وخليك من الناس يا أخ محمد. والله أقولها لك لو أنك اهتميت بالناس والله حتنجن. أنت أعمل اللي عليك وخليك من الناس والله لو اهتميت لهم ما نعم. أنت عم تقول لي إنه مثلا تأخذ كلمة وستكلم الآخرين، فأنا أقول لك هكذا راح يكون التعامل. المسألة الثانية أنه هذا النووي لقينا له حل. يعني الآن لنفترض أنا الآن وجدت يا أخي تاب النووي الحمد لله وكذا وصار عندي إنسان ما في أحسن منه. لنفترض عندنا السيوطي في عندنا الرازي، أنا لسه أجهز سلسلة عن الرازي وسلسلة عن الغزالي. ولا واحد أنا شفته رد على الرازي لأنه تعرف الرازي يعني عنده أمور يعني الجميع يعني ما يرد فيه صراحة. ممكن السيوطي من باب أنه ذلك الكتاب لا يصح أن ينسب لمسلم من هذا الباب، يعني أنه كتاب صراحة كلام لا يقول به إلا كافر تبع رش الزلال لا نعم. يقول به إلا مستحيل يقول به مسلم واخد بالك. فممكن من هذا الباب نعم من هذا الباب يعني أنه مستحيل يقول بهذا الكلام، لكن غير كده يعني ما حتلاقي يعني فيه ردود يعني أنه ممكن يتفقوا معك. لكن الأصل يا أخي محمد بارك الله فيك أنه الكلام يكون في صدد أنه هذه النقطة الباطلة التي يتبعها الأشعرية أو من يوافق الأشعرية ها هو ردها في الكتاب والسنة، ها هو كلام السلف فيها أنه هذا الكلام كفر إلى آخره، من غير أقول أنت عارف يعني الكلمة التي قيلت مرت يعني ما كان المهم تفضل حتى يعني ما عايز أقول يعني شيء. نريد إغلاق الموضوع ما أريد أن أفتحه الثاني أقول لك شو قلت والرد وخلاص يعني يا لا ما حبيت أقول الكلمة نعم تفضل طيب بس
الإشكالية الكبيرة يعني طبعاً كتاب رشف الزرال أو الكتب هذه السيوطي مشكلة كبيرة كل شيء، ولكن الأكبر من هذه وذاك استغاثته بالنبي عليه الصلاة والسلام. فمش احنا مش قلنا سببه، احنا قلنا السبب أنه يستدل بروايات، فننظر يعني هو هل هذه روايات صحيحة أو باطلة وغير ذلك. يعني المهم عشان نبقى في الفكرة الرئيسية، ما ندخل في موضوع هل السيوطي معذور أو ليس معذور في تلك الكلمة. الأخ محمد قال أنه يكفره بسبب كتاب رشف الزلال، يعني ثبت عنده أن هذا الكتاب ثبت عن السيوطي، صح؟ نعم. خلص نحن عرفنا سبب تكفيره، لكن العلماء الآخرين أو علماء الأشعرية الآخرين الذين وافقوا السنة في كثير من المسائل، أنت ممكن أن تطعن في أقوالهم وتطعن في المقالات التي قالوها من غير طعن يعني في أشخاصهم، لأن الناس يعني بتتنرفز يعني لما بتطعن في الشخص. هذه أصلا تعد مغالطة شخصنا لما أنت تترك الموضوع، أو أنك تأتي للموضوع وفي نفس الوقت تطعن في الشخص. مثلا كأن آتي وأقول عمر، مثلا لن أقول محمد لأنه ممكن تفهمها عليك، عمر هذا قال أنه الله له ظل، وعمر هذا واحد جاهل ما بيفهم وكذا وكذا وكذا، فهم؟ فهمت الفكرة؟ فأنت نعم رديت بشكل علمي، لكن في نفس الوقت أضفت شيء على هذا الرد العلمي جعل الناس تنفر. فأنت نعم يعني أنا والله أنت عندك مثل ما أقول يعني عندك سيف، فلماذا تقاتل بالعصا؟ واخد بالك؟ أنت عندك سيف ما شاء الله ممكن تضرب به الكل وتجعل الكل معك، فلماذا تقاتل بالعصا؟ هذا الذي أريد أن أقوله. فأنت من الممكن أن تبطل عقائد هؤلاء وتبطل ما يعتقدونه، لكن مباشرة لما تدخل في الشخصنة الأشعرية وغيرهم سيقولون شوفوا يطعن في الإمام الفلاني، يطعن في الإمام الفلاني، يطعن في الإمام الفلاني، فأنت أصلا تجعلهم ينفرون. بارك الله فيك. ما هي هذه المسألة هي جزئية من مما أنا أفعله، أو كيف بدي أقول، جزئية من طريقة هدم الأشعرية هي هدم المؤصلين. النووي على فكرة ما كان في بالي، ولكن أنا كان في بالي سابقا أن أبدأ بالرازي والجويني والغزالي، هؤلاء الثلاثة. قضية النووي أشغلتني عنهم وتكلمت عن النووي، لكن أنا هذه في بالي أن أعملها وسأعملها فعليا يعني إن شاء الله سبحانه وتعالى، لا أدري، لكن هذه التي أخطط لها وأجهز لها أساسا، عندي ملفات يعني. القضية الآن إذا انحل موضوع النووي، في عندنا ناس آخرين، لا هو ما راح ينحل. أنا هذا لا، هو نفس المنهج يعني، والله نفس المنهج يعني. اللي يحصل أنا أقولك ما الذي يحصل، الذي يحصل أنه أنت تأتي إلى هذه الأمور المخالفة لأهل السنة، وأنت للأسف مضطر تنبه في كل مقطع أنه الهدف ليس الطعن في هؤلاء الأشخاص، وإنما بيان أن الكلام الذي قالوه فاسد. وبتحصل. أنا مرة طبعا رديت مرة على الشيخ عثمان الخميس، من أنا أمام الشيخ عثمان الخميس؟ واخد بالك من أنا؟ وفعلا تعليقات كثيرة سبتني، لكن هو ليس هنالك إنسان معصوم يعني لا ترد عليه، لكن لازم تنبه أنه هذا المقطع مو من هدف الطعن في فلان، وإن كنت مثلا أعتقد فيه كلام، لكن الهدف إظهار أن الكلام الذي يقوله فيه مثلا فساد أو كذا أو كذا، فممكن حتى لو علقت على كلام الإمام أحمد ولا واحد حيطعن، لكن لما تأتي تقول فلان كذا وفلان كذا، فلان الذي لا يعرف ربه الذي يحرف، هذه المصطلحات هي اللي بتعمل المشكلة والله. هذه المصطلحات هي، هذه المصطلحات للأسف ما ظهرت إلا لما صار في حدة في النقاش بين الأطراف الذين يتكلمون، وإلا يعني كما قلت لك أنا أساسا ما كان نووي في الحسبان بالنسبة لي أساسا، لكن أنا عندما أتكلم عن الرازي سأتكلم عن كثير من الأشياء التي هي هدم له. نعم، وإن كنت أنا مثلا معروف يعني أنا قولي في الرازي لو لم يتب من موضوع السحر فهو الكلام اللي على بالك، ولكن ولكن حتى لو طلعت مثلا علقت على كلام الرازي، أنا لن أقول الرازي المشرك المجز للسحر كذا كذا كذا، وإنما سأقول هذا الكلام الذي قاله الرازي هذا الكلام مخالف للقرآن مخالف للسنة، قال عنه السلف 1 2 3، يعني أضرب لك مثال وأنت حتفهم الموضوع. يعني أنت لما طلعت في موضوع المقام المحمود أنت قلت إنه هذا كلام الجهمية، الأخ اللي رديت عليه إيش فهم؟ مع إنه الأخ من أهل السنة فهم أنك تقول عنه جهمي، صح؟ ليش؟ الأخ اللي رديت عليه في موضوع المقام المحمود قلت إنه كلامه في موضوع المقام المحمود وجئت بنصوص، لأنك أنت ما بينت، ما قلت في بداية المقطع إنه أنا لا أقصد التعرض للأخ،
والله أنا بداية قلت هل هو فعلا يقصد أنه الأخ جاهمي، بعدين قلت لا أعوذ بالله ما حيجاهمه عشان، لكن هو أيضا يعني هو فهم أنك فعلا تجاهمه، فهذا الذي أقصد. إنه هو نقلت النصوص، نعم نقلت النصوص فيها أنه هذا كلام الجهمية، مع أنني نعم. أنا في مواضع كثيرة أقول نحن لا نكفر من مخالف فيها، لا لكن هل الشخص تابع كل مقاطعك؟ أكيد مشكلة الشخص، مشكلة نعت الشخص يكون مبتدع كمسمى شرعي، هذه بعض الناس يعتبرها سبة وشتيمة وكذا. لا أنا لا هي لا هي الشيمة، يعني مو شتيمة، أنت يعني من أهل النار، يعني لما تقول عنهم مبتدع خلاص يعني أنت المفروض حكمت عليه من أهل النار، المفروض يعني المفروض. لا والأخ محمد أحيانا قد يغفر الله للمبتدع فلا يدخله، لكن هو كصنف نعم هو من خلاص النار. ما هو أنا كيف أعرف أنت تقصد ما حعرف. أيوب أقول أيوب، أنت تعتقد بأن السيوطي مبتدع، قلت هذا في بداية البث، فيجي شخص يقول لك أنت بتشتم السيوطي، يا أخي هذا مسمى شرعي لمن يفعل أو ما من يقوم بما يقوم به السيوطي، هذا مسمى شرعي لا إشكال فيه، مش شتيمة، مش واقف له على نص الشارع بقول له أنا مش عارف، مش كده الموضوع، اللي هو مسمى شرعي ما يقوم به. لا هي أقول لك شيء، لو الشتيمة عادي، يعني لو مثلا الأخ محمد قال النووي كذا ممكن البعض يتقبلها، لا أقول لك سيتقبلونها، لكن ممكن، لكن لما تقول مبتدع فالموضوع متعلق بنار وجنة، واخذ بالك نحن نتكلم بالعموم وليس يعني حتى لا يؤخذ الكلام على غير سياقه، فأنا بكل بساطة تفضل تفضل أنا فاهم تفضل. أنه هم وجدت أن أكثرهم يعتبر أن تبديع الإنسان يقتضي أن هذا المبتدع يهدر في النار. كل علمه لا مو بس شغل يهدر كل علمه، بل ما أدري كأنهم لا يفرقون بين مبتدع وكافر. ليش؟ أنا أرى أن ناس يقولون محمد بن شمس الدين يقول عن النووي مبتدع، يعني نحرق رياض الصالحين، إيش دخل هذا بهذا؟ لو سألتني أنا عن رأيي الشخصي، شخص مبتدع أنا لماذا سأقرأ كتبه؟ ما هو مبتدع يعني إنسان ضال، إنسان ضال مضل، لماذا سأقرأ كتبه؟ لكن أنا أستفيد من كتبي. هذا رأيك شخصي، هذا رأيك شخصي أنت، لكن هذا كان عمل السلف رحمة الله عليهم، قد يستفيدون من كلام المبتدع. لا نادر صراحة، السلف عادة ما يعني ما كانوا أصلا يجالسون المبتدع بشكل عام، يعني كانوا يرون عن المبتدع. الرواية نعم الرواية. طيب هذا القول تحدد أكثر منه يعني. يعني هذه المكتبة التي خلفي أنا في مكتبتين، هذه وذاك، هذه كل الكفار وهذه المسلمين وهذه كتب المبتدعة. أنت كونك تقول أنا نهدر كتب المبتدعة، فأنت كده صرت يعني أنت تقول القول اللي هو يفترى عين به. لا أنا صراحة يعني كتب الرازي مثلا، عن نفسي أتكلم عن نفسي، ما يعني لما قريت يعني القليل منها حسيت بقبض، يعني إنسان لما يقبض في نفسه كده، يعني في بعض الكتب لما أقول عن شخص مبتدع فأنا يعني أقربه من الكافر، واخذ بالك أعتبره شيء، يعني لما تسألني عن نفسي أقرب للكافر. ليش؟ لأنه هذا المبتدع، نحن لا نتكلم عن بدعة مثلا الجهر بالنية في الصلاة، لا نحن نتكلم عن شيء هو قديم. أقرب للكفر، نعم هو أقرب للكفر، بارك الله فيكم. فأرجو أنه يكون كلامي واضح، يعني ما يكون فيه شيء صعب أو شيء يفهم منه أنه شتيمة. نعم الأصل أنه أنت تفهم منهج الطرف المخالف وبناء على لا مو شرط أخ محمد، لا. مو شرط، يعني أنا مو كل مقطع حطلع أنا يعني أنت كم عندك مقطع في القناة؟ يمكن عندك شيء 500 أو 600. هل أنا مضطر أنه ألا يعني هل أنا مضطر أنه أراجع قناتك عشان مو مضطر، يعني أنا بيطلع مقطع قدامي بتقول على فلان كذا وكذا أنا أخذ بذلك المقطع، واخذ بالك؟ لكن تمام صح، لكن مش المسألة أنه أنت تأخذ بهذا المقطع تضيف إليه إضافات، صارت هنا مشكلة. ما أتكلم عنك أكيد، لكن أتكلم كشكل عام. فمثلا واحد يقول انه محمد بن شمس الدين طالما قال عن فلان مبتدع اذا نحرق كتبه. طيب ما هو انا ما اقول نحرق كتبه، بالعكس انا اقول استفيد من كتبه، فليش انت تلزمني بما تفكر انت به وتطرحه للناس على انه قولي انا؟ هذه اشكالية. نعم صح ولا لا؟ نعم. فإذا من المفترض أن من أراد أن يتكلم من محمد بن شمس الدين، على فكرة أنا مرة قلت هل يستطيع كل واحد يتكلم عن محمد بن شمس الدين؟ أنه منهج محمد بن شمس الدين كذا، هل يستطيع أن يحلف بالله سبحانه وتعالى أو يشهد الله ما أتذكر ماذا قلت أنه هذا فعلا منهج محمد بن شمس الدين؟ لا هذا كلام باطل، يعني
أخ محمد، أنت ما تقدر تطلع تقول الكيالي أنا أشهد الله، ما تقدر يعني. أنت لا تأخذ بالظاهر يعني. تأخذ بالظاهر. طبعاً بالظاهر، لكن هل هذا الظاهر من كلامي؟ يعني لما يأتي واحد يقول منهج محمد بن شمس الدين أنه أي عالم أخطأ نسقطه، طيب والله أنا ما قلت هذا، طيب ليش يقولون عني هذا الكلام؟ نحن نسقط أهل البدع ونهلي من منهاج النبوة ونثبته. لكن ما قلت كل واحد أخطأ. لا أهل البدع، يعني الآن لو مددت يدي هكذا وأخرجت لك كتابا لا على التعيين مثلا، وين بدك الشافعي؟ هذا كتاب الشافعي، الشافعي عنده أخطاء، لكن هل نسقطه؟ أكيد لا نسقطه. أي إنسان أي كتاب أسحبه لك من المكتبة عنده أخطاء. فلماذا ينسب لي كلام أنا لا أقوله؟ ولما أقول إني لا أقول هذا الكلام يقولون لا أنت شوف تبرر، أنت عندك تقييم. بالتالي لا، هي مسألة صارت مسألة إنه أنا بدي أنسب لك منهج وأنت لازم تقر إنه هذا منهجك وتقر أن، يعني إيش فرقنا عن أهل الرايات السود الذين يتعاملون مع الناس بهذه الطريقة؟ لكن يا أخ محمد، عشان برضو يكون أنت قلت نحن نسقط أهل البدع، أنت قلتها يعني، بارك الله فيك، أنت قلتها يعني نسقط أهل البدع، لكن مو كل واحد عنده خطأ. في فرق بين أنه تقول هو يقول كل واحد عنده خطأ نسقطه، بين أنه أهل البدع أهل الجماعات هذوك لما يمسكوا واحد من المخالفين لهم في عندهم ورقة استتابة أقروا على نفسي أني كافر وتبت من هذا الكفر. أنا ماني كافر. لا، بدك تقر، إذا ما أقررت أنك كافر إذن أنت لم تتب، يقتلونك. هكذا هم يفعلون، بدك تقر على نفسك أنك تقول هذا. طب أنا ما أقوله، والله ما أقوله. لا، أنت تقوله. أي واحد أخطأ مثلا يذكرون أنه ابن عبد البر أخطأ، إذا نسقط ابن عبد البر. طيب أنا أقول ابن عبد البر أخطأ وهو عالم وعالم كبير من علماء أهل السنة والجماعة، طب أنت ليش تلزمني بإسقاطه؟ أنا منهجي لا يقتضي إسقاطه لأنه من أهل السنة والجماعة أصوله سني وكذا. إذا وجدت لك خطأ من هنا وهناك هذا الخطأ سيكون عفوا. ليش أنت تنسب لي منهج باطل أنا أبطله، أنا أقول هو منهج باطل، تنسبه لي وتحاسبني عليه؟ لكن أخ محمد، ما هو لازم نتحمل نتائج الأفعال. أنا عارف يعني، أنا تقريبا الآن ما حخلي السؤال ما حطرحه عليك، يعني كل الاعتراضات اللي عندي إن شاء الله يكون صدرك رحيم إن شاء الله. أنا يعني أنت لما أقول لك شيء، يعني بغض النظر عن النووي، خلينا بشخصية أخرى، لما أنا مثلا أنا كطالب علم لما تقول لي فلان هذا مبتدع أو مختلف في تبديعه، الأصل ماذا سأفعل؟ هل أنا أصلا سأقرأ كتب هذا الشخص؟ الأصل سأقول لا، أنا أصلا لماذا سأخذ بكلام هذا المبتدع؟ الأصل أنني أقرأ كلام أهل السنة وهذا كلام صحيح، لكن الأصل أنني لن أخذ بكلام هذا المبتدع، لا أستفيد منه لا لغويا ولا شيء. واخذ بالك؟ هذا كثير من الناس يقولونه، يقول لك أنا أصلا لماذا مضطر أصلا أني أقرأ كلام مبتدع؟ ما أقول لك مضطر، والله أنت مو مضطر تقرأ أي كتاب أصلا بعينه، لا أقول لك بإطلاق بعينه. يعني هل أنت مثلا تنقص عقيدتك إذا لم تقرأ مثلا كتاب حرب الكرماني مثلا؟ أنت ممكن تقرأ كتب أخرى فيها نفس الكلام، صح؟ لا تسقط أو لا تفسد عقيدتك. هل تفسد عقيدتك؟ لأنه في ناس يقول لك طيب هل أنا مثلا تفسد عقيدتي إذا لم أقرأ كتب النووي؟ لم نقل. هل تفسد عقيدتي إذا لم أقرأ كتب ابن حجر والعز وفلان لا تسقط. لكن هذا ليس الذي نريد أن نوصله. نحن نقول يا إخوة بارك الله فيكم، الأصل أننا مسلمون، رسول الله أخبرنا أن الأمة ستفترق إلى 73 فرقة، أليس كذلك؟ كلها في النار إلا واحدة. نحن لا نحكم على أهل النار من هم، يعني نحن نقول بشكل عام أهل السنة في الجنة والمبتدعة في النار، صح؟ بشكل عام صحيح. يعني من غير تخصيص كطائفة، نعم. فالأصل نحن كمسلمين، الأصل يعني من حكمنا عليهم بالإسلام، نكون رحماء مع بعضنا. نعم الطوائف الأخرى لها أخطاء ولها طوام ولها ضلالات، تبين هذه الضلالات وهذه الأخطاء بالأدب. أنت ما شاء الله يعني أنا بشوفك بترد على ناس من أديان أخرى، بترد عليهم بأدب صراحة، وأرى التعليقات ناس تمدح فيك، يعني ناس النصارى أو غيرهم يمدحون فيك، حتى على نفسه كان يمدح فيك، أليس كذلك؟ بسبب أسلوب الأدب. لكن للأسف لما يأتي الأمر للمدجنة وهذا الشيء بيصير الموضوع فيه حدة. أنت تقول أنه لأنهم هم الذين بدأوا وهم يقولون لأنه بالله.
الآن جلستنا ودية ولا لا؟ الحمد لله نعم. فلما يكون في طرف بقى مع إنه أنا هاجمتك يعني بشكل كبير يعني أنا برضو يعني أيه. هاجمتك لا يعني مهم أيا كان نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف القلوبين، لكن لما يكون في أمامي طرف تبغط اللي قبل شوي ما أعقد الإنسان يتنرفز يعني بالنهاية نحن بشر صح ولا لا؟ نعم نعم صحيح. يعني دائما أنا أحاول أن يكون أسلوبي مع الجميع حسن، لأن حتى الكلمة الطيبة صدقة. نعم صحيح، هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم لنا. يمكن أنا أحتد أحيانا، يمكن أنا أغضب، يمكن كبشر كلنا هكذا. فالقضية نعم صحيح، نحن نحاول أبدا أن مع الذين يسمون بالمدجنة أو غيرهم نعم. نحاول أن يكون أسلوبا حسن، لكن أنا حقيقة لما أتعامل مع هذا الطرف، هذا الطرف عبارة عن طرف هجوم 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 هجوم، لا يترك لك، لا يترك لك فرصة أن تحسن الظن. لا أقصد الكل أكيد، لكن البعض لا يترك لك فرصة أن تحسن الظن به أو أن تهدأ نفسيا نوعا ما عندما تتكلم عنه. ليش؟ لأن ترى يعني مثل قبل قليل هاني سألت الروح يا أخي طيب افترض ليش أنت مسكت فيها وفرحت بها؟ لما قلت موسى في قراءتي قراءة نعم موجودة نعم موجودة، ليش أنت مسكت يعني حقيقة أنا هنا هذا يولد عندك أنه هذا الطرف ليس طرفا عاديا، هو طرف يحاول فقط أن يهدم، فقط أن يحارب، فقط أن يسقط نفسيا. حقيقة أنا عندما أتكلم مع هذا الطرف يمكن أحتد بدون قصد. نعم تحسد بدون قصد، فالله المستعان. يعني أسأل الله أن يؤلف بين قلوبنا جميعا. وأنت يا أخ محمد يعني الآن أنت قلت كلمة، وإن شاء الله يعني هذه الكلمة يعني تكون بادرة خير إن شاء الله، أنه أنت من طرفك يعني إذا تكلمت في الموضوع يكون الكلام يعني إما ردا على الأشعرية أو في مسألة لسه ما وعد لسه ما وعد. طيب عشان برضو يعني ناخذ كلمة، عشان أنت تريد الطرف الآخر أهو الآن يعني بتجيني رسائل، وواحد يقول لي الآن في الخاص يقول لي والله سقطت من عيني يا أخ أيوب، أنت يتم تكفير شو تكفير السيوطي في قناتك؟ مش مهم يعني، خليك أكلمك بعدين يا أخي أكلمك بعدين. المهم يعني الآن يعني خلاص أنا صرت حدادي رسمي. لا أنا الآن أنا خلوني حدادي أهو، شوف تعليقات أنت لها. نعم. شوفي هذه الطريقة للأسف التي نحن ننكرها على الإخوة، أنه أنت تتذكر هو كان مرة جابوا في فيديو لرسلان يقول عن الإخوان أنه لا تشتروا منهم لا تبيعوا منهم لا مدري إيش، نفس الأسلوب هذا هم يستخدمونه معنا يعني والعكس أيضا ربما أنت لا تستخدمه، لكن فعلا يعني فيها يعني فيه يعني كثير من الناس. لهذا أنا أحذر من الحسابات الوهمية، الحسابات إما يكون أصحابها روافض أو نصارى أو غير ذلك. لا الموضوع بيحصل، يعني أنا أول مقطع عملته يعني كان تقريبا رسالة للأخ محمد بن شمس الدين، أنت شفته، أنا كان عندي خطأ في موضوع المسيس جزاك الله خيرا، ما كنت يعني أدري بتلك الرواية صراحة، وليس عيبا يعني أنا أعترف بالخطأ، لكن كمية الهجوم والسب والشتم الذي تلقيته، مع أنه أنت شفت يعني الفيديو كان في يعني في ذلك الوقت يعني كان بأدب يعني بصراحة يعني طبعا. تلقيت هجوم شديد والشتائم واللي بيسبني بالأم. لهذا أنا ما أعرف للموضوع اهتمام، لماذا؟ لأنه أنا عارف أنه في حسابات وهمية تتغذى على إشعال الفتنة، إشعال الفتنة اللي يعني التي تؤدي إلى هذا الأمر. في نوعين فعلا، في حسابات وهمية. الآن على فكرة مثلا على الرافضي هو استغل الموضوع لإثارة فتنة بيني وبين أطراف أخرى سنية، وجالس هو يتفرج على فكرة مبسوط. نعم. وللعلم هو كلمني، مو كلمني، كلمني من خلال الأخ اللي نسق بيني وبينه المناظرة، يقول للأخ نشوف هذول كيف هجموا على الشيخ محمد بن شمس الدين مشان مدري إيش، يعني بهذا الطريقة مشان يعدي صدري عليهم مشان. نعم سمعته. نعم. إيه. ففي ناس عندهم مصلحة فعلية من إثارة الفتنة،
ممكن يدخلوا بحسابات وهمية وممكن نصارى وممكن أي نوع. وفي ناس للأسف منا وفينا عندهم هذا النوع من الأخطاء، وهو مستعد يشتمك بكل سهولة. وهذول اللي أعرفهم منهم أنا شديد عليهم أكثر من شدتي على الآخرين، وفي بعضهم حضرتهم، في بعضهم يعني حتى في واحد قبل كان يعني بيني وبينه ود، لما شفته اشتد على أحد الإخوة كلمته بكلام شديد، قلت له أنت فاجر، وهذه كانت سبب شحناء بيني وبينه، وهو أخ معروف أظنك تعرفه. فأنا قصدي أنه الشخص الذي أعرفه وأرى منه تصرفات فعلا لا تليق، أنا أكلمه في ذلك وأنهاه وأزجره عنه. وبعضهم ينقلبوا ضدي. وعلى فكرة الناس اليوم قسمين اللي يسمونهم حدادية، يعني فئتان مختلفتان تماما. الفئة اللي ما تكفر اللي يسمونهم مدجنة، ويمكن ما تكفر كثير من الأشخاص، وفي فئة اللي هي تكفرك وتكفر اللي ما يكفرك وتكفر اللي ما يكفر اللي ما يكفرك، اللي هي لا. فئة المكفيري مثلا. والناس على فكرة ما يفرقوا بينه وبينهم، يقول لك حدادية بين بعضهم، مثل اللي يقول لك سلفية بين بعضهم، مثل اللي يقول لك مثلا أهل الرايات السود والوهابية شيء واحد، في اختلاف منهجي. فكذلك في حسابات أو أشخاص من ذلك الطرف عم يحسب علينا، وكذلك في من طرفكم وناس سيئون. أكيد ليس الكل منكم يقر بالسوء الذي يصدر منه. أنا من المفترض أن لا أتعامل معك بناء على ما أراه في تعليقات بعض الحسابات، هذا من المفترض كما قلت يعني أنت كما تفضلت. وأنا يعني أحاول حذف التعليقات، لكن لما أضغط على تعليق ممكن يظهر على الشاشة، أنا ما أريد، لأنه لو لما حضغط ممكن يكون في شتيمة. هنا أيوب، في الآن سيد محمد لما قال أن النووي لا يعرف ربه معرفة حقيقية مقيدة، هي يعني كلامه الآن عن فهم النووي صفات رب العالمين سبحانه وتعالى، قالوا أن محمد يكفر النووي. الآن في التعليقات هذا الذي يفهم، نعم شخص في التعليقات كبير يقول محمد ابن شمس الدين لا يعرف ربه أحد شو دوار، نعم يكفره يعني. نعم ما هذا المعروف، يعني أنا لما أقول أنه أخ محمد لا يعرف ربه أكيد يعني ستفهم أنها تكفير، الذي ستفهمه ممكن بعد ذلك يبرر يقول لا أنا لا أقصد تكفير. ممكن أقول عن شخص يعني لو قلت عن شخص أنا نعم معرفة صحيحة أو معرفة حقيقية، بمعنى أنه لا يعرف صفاته الواردة في الكتاب والسنة. هم لا قالوا أنني قلت أنه لا يعرف ربه هكذا بإطلاق، مع أني لم أقولها يعني. نعم الله طيب. الشخص اللي بيقول كرر التعليق كثير جدا في التعليقات، أنا محمد لا تهتم للتعليقات أخ أحمد لا تهتم، ما وإحنا يعني عاوزين يعني في مصلحتهم اصلا انه ما هو في شتايم لي، يعني لو ركزت في التعليقات في شتايم لي انا كمان يعني، فسيبك من الموضوع. نحن الان نركز في اصل المساله. اقول لك متى احكي لك شيء يمكن لسه يعني ما حدا سمع فيه. نعم في العيد ذهبت وخطبت خطبه الجمعه في مدينه معينه في دوله اخرى، يعني ليس في المانيا حتى، يعني الناس يعني أحسن الظن بي وطلبوا من كذا ورحت. اثنين ثلاثة لما شافوني خرجوا من المسجد، مسكهم واحد تعال وين رايح؟ قالوا له ما نصلي خلف هذا الرجل، والله العظيم قالوا ما نصلي خلف هذا. ليش كافر؟ صلاة العيد لا تترك إلا خلف كافر، خلف كل بر وفاجر تصل، خلف حتى المبتدع تصل. ايش قضيته؟ هو يعني كان يعرفني معرفه يمكن شايفني بس انه ما يعرفني جيدا. بعدين حكى لي قالوا يطعن بالامام الفلاني، هو ما محافظ اكيد. لما حكى لي قلت له النووي، قال ايوه هذا هو. فانا حقيقه تعجبت ان تترك الصلاه خلف مسلم لانه يخالفك في النووي. طبعا والحمد لله يعني كثير من الإخوة كانوا يعرفونه ويحبونه ما شابه ذلك، لكن أنا أقصد الجزئية هاي، هذول اثنين ثلاثة ما الفكر الذي يبقى في رؤوسهم؟ نعم أخ محمد، لو أن شخصا طعن في الإمام أحمد هل ستصلي خلفه؟ نعم بكل صراحة، يعني بكل صراحة أنا عن نفسي لن أصلي خلفه. ستقول لي ما هو مسلم، أقول لك هو مسلم، لكن أنا لن أفضل أن أصلي وراء شخص
يعني أنا أعرف أنه يطعن في أئمة أهل السنة، وإن كان يعني هو لم يأتي ببدعة، أنا متفق معك، يعني الذي يطعن في عالم سواء الإمام أحمد أو مالك أو غيره لم يأتي ببدعة، نعم، لكن أنا لن أصلي خلفه. يعني واحد يطعن في أنا واحد أعتبره إمام، لماذا أصلي خلفه؟ يعني هل لم يعد هنالك مساجد؟ صلاة العيد لا تترك إلا خلف كافر. لو يطعن بالإمام أحمد وهو مسلم ومبتدع، هو مبتدع يعني، سأصلي خلفه. نعم. يعني ما ستجد مكان آخر يعني تصلي بدل المكان اللي يعني في أماكن، يعني ليس في مكان واحد، في أماكن عديدة يعني. لا ما في أماكن عديدة. يمكن عندكم، لكن عندنا يعني ما شاء الله يعني ممكن يعني بكل بساطة يعني أمر يعني لا أجامل فيه. أنا واحد كفر الألباني قلت له لا كرامة لا صحبة ولا شيء، بكل صراحة يعني أنت ممكن تجد هذا الشيء غلط، لكن لا، هذا من باب توقير العلماء ومن باب أن لا يفتح الباب من أجل الطعن في العلماء. أنا الآن أتكلم فيما نحن متفقين عليهم، وليس إلى نوع من الشدة غير مقبول. لا صراحة، لا صراحة، ممكن أغضب منه، ممكن أرد عليه، ممكن كذا، لكن ليس لدرجة أن... على فكرة يعني كثيرا ما أصلي هنا الآن الجمعة، كثيرا ما أصليها خلف ناس مبتدعة. يا الله، لأن المسجد القريب من بيتي إمام بدعة غير مكفرة، صح؟ لو مكفرة لا يجوز. نعم طبعا، لا أصلي خلف من بدعة مكفرة. نعم، فنفهم منك أن الأشعرية ليس مبتدعة، صح؟ عفوا، ليس كفار، صح؟ هلا الأشعرية خلاص، محمد بن شمس الدين لا يقول أن الأشعرية كفار يا جماعة، أهو. لا الأشعرية فيهم تفصيل، الأشعرية لا أكيد 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 أكيد، يعني واحد مثل طبرس يعني ما أختلف معك يعني، لكن في ناس آخرين يعني مثل عبد الله رشدي مثلا، عبد الله رشدي على عقيدة أبي الحسن الأشعري وليس على عقيدة الجويني أو غيره. والله أنا لا أثق بعبد الله رشدي بمقالتي لأن عنده تخبط، لكن أنا أقول الذي على عقيدة أبي الحسن الأشعري هذا ما أكفره. نعم. إيه، لكن يعني بدعة الأشعرية واضح يعني. نعم. هو لا أحد. نعم، بارك الله فيك. فأظن أنه الفكرة وصلت يا أخ محمد، أنه إحنا يعني كما قيل رفقا يا أهل السنة بأهل السنة، وأنا أضيف و من أخطأ من المبتدعة، خليني أضيفها يعني، ومن أخطأ من المبتدعة ربما ليس على نفسك، ربما أنت فعلا، شوف أنا أحترم اختلاف وجهات النظر، أنه أنت ممكن لك رأي، لكن هذا الرأي لما ترى أنه قد يفسد ولا يصلح فمن الأفضل ترك الكلام فيه على العام. أنت ممكن يعني لو الأمر اقتصر على المجالس الخاصة واقتصر هذا الأمر يعني في بيان الأخطاء وغير ذلك، ربما يعني ستجد الخلاف قل بشكل كبير، ستجده قل وقد تجده عدم، يعني هو أكيد سيبقى في بعض المشاحنات من هنا ومن هناك من بعض الأشخاص، لكن هؤلاء سيكون معروفين، يعني مو مثل الآن التبس الحق بالباطل. والله تأتيني تعليقات أحكي لك يقولون لي إحنا ما بقينا عارفين يعني مين اللي معه الحق، الأخ أبو عمر أو الأخ محمد بن شمس الدين أو أخ، فاهم؟ فلهذا أقول أن ترك هذا الأمر أولى، لكن لا أتكلم عن ترك الموضوع، أنا ما أتكلم عن ترك. نعم. منذ سنين قلته للأخوة. نعم. قلت هذه فتنة، لكن أنا ما أستطيع أن أترك طرف يوصل للناس إنه النووي ولو يعاد عليه وأبقى ساكت. لا ما رأيت صراحة. نعم أخ محمد، بكل صراحة ما رأيت شخص يقول هذا الكلام بالضبط. أنا رأيت أن الناس يقولون أن النووي إمام، هذا الذي رأيته. لكن أنه يقولون من عاد النووي فهو كذا، ما رأيتها صراحة. ما هو قبل قليل أقول لك لم يصلوا خلفي، أنت تقول أنا يعني أنت أقررتهم على ذلك. لا ما أقررتهم على أن لا يصلوا خلفك، لكن أنا قلت أنه هذا الكلام قد يحصل، أنه لما أنا أرى شخص أنه طعن في عالم ممكن الأولى أن لا أصلي خلفه، يعني لو شخص مثلا طعن في ابن تيمية ممكن لا أكلمه، سترى أن هذا تعصب، والله ليس تعصب، هذا هو توقير العلماء، فهم يرون النووي إمام وعالم فلذلك قد يفعلون هذا الشيء، مع أني أنا لو وراك ممكن أصلي خلفك عادي، لكن أنا أقول لك أنه الفعل مبرر. نعم، قد لا تجد أحد يقول نحن نقيم الولاء والبراء على النووي، لكن فعليا على ماذا أقاموا البراء ضدنا؟ نعم. على النووي طبعا، ثم بعد ذلك بدأوا
يعني يرون أنفسهم أنه هذه المسألة نحن موقفنا ضعيف لما نحارب شخص لمجرد أنه يطعن بالنووي، فصاروا يلتمسون بقى قال موسى ما قال موسى، وبعدين صلحها إذا نشوفوا هذا ما يعرف ويبحث لا هذا محمد هذا من باب أنهم يريدون أن يقولوا النووي أخطأ فأنت أيضا أخطأت في أنا عارف أنه هذا غلط، هذا غلط يعني هذا غلط. تبرير هذا الموقف الذي لا يمكن أن يبرر بأنه كل هذه الشيطنة لأنه له موقف معين من النووي. نعم. وحتى كما قلت لك صاروا يقولون أقوال نحن لا نقولها أنه هذا يحرق الكتب. طيب ما أنا هذه كتب النووي هنا موجودة، ها هذا كتب النووي وينها موجودة عندي. ومن يحرق هذا مخطئ صح؟ لا شلون؟ ومن يحرق هذا مخطئ لأنه ممكن يقول لك طيب هل تنكر على من يحرق؟ ممكن يأتيك مثل هذا السؤال. لا شوف أنا ضد من يحرق مثل كتب النووي نعم، لكن يحرق كتب اللي فيها ضلال وفساد كبير إيه ممكن يحرقها، اللي هي نعم. الكتب الجهمية الجهمية كتب الجهمية المحضة نعم. تمام. إيه فأنا شوف إنه صار ينسب لنا مقالات نحن لا نقولها، لما نقول إننا لا نقولها لا أنت تعتقدها ولكن أنت تبرر أنت هذا أسلوب إعلام. طيب معناته لا نحن لا يراد حرق في هذه. ثم ما لازم يعني ما الذي يجعلنا نحرق كتاب فقط فيه جمع الأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا كتاب 40 نعم كتاب رياض الصالحين أصلا، هذا كتاب يعني ما الذي يجعلني أحرقه؟ هو جمع الأحاديث بطريقة معينة في الكتاب، لماذا أحرقه؟ نعم هذه في ذكرتني بهذا موجودة يعني بلوغ المرام هذا رياض الصالحين، على فكرة هذا رياض الصالحين كنا نقرأه على المشايخ ومسجلة مواضع القراءة، ما عندي أي إشكال في ذلك. في واحد يقول لأنه أنت لا تحرق كتب النووي لأنك تريدها من أجل الطعن فيها. لا هنا موضع القراءة على أحد المشايخ مثلا، إذا فتحت لك تجد مواضع القراءة هنا هنا نقرأها طيب. على المشايخ ليس مجرد طيب. أننا محتفظين بها عشان نقول للناس أنه ترى أنا عندي هذه الكتب. طيب بارك الله فيك، أنت لا ترى مشكلة مع من يقول النووي نعم مثلا أيضا نعم نسجل فيها قراءتي على أحد المشايخ أيوة. نعم لحظة طيب لحظة هو أنت يا شيخ محمد تحرق كتب الأشعري، أنت بتحرق كتب النووي غضبا عني. نحن الإشكالية هنا إنه الفكرة التي تصدر للناس غير الواقع. طيب أنت ليش إذن ما تحارب الواقع؟ ليش تحارب فكرة وهمية تصورها للناس ثم تحاربها وأنا ملزم إنه آتي وأبرر لك؟ أنا الواقع الذي أحاربه يا أخي محمد إنه أنا أعلم إنه نحن نكلم عوام، ليس كل من نكلمهم طلبة علم، واخد بالك يا أخي محمد؟ فأنا قد يعني أنا ما ينفع يعني إنه أقدم شيء للعوام، يعني مباشرة يأتي السؤال. أنا لما أقول عن النووي الجهمي، طبعا أنا أعلم أنك لا تقولها، لكن لما أقول عن النووي الجهمي أو مبتدع أو كذا أو كذا، يقول لي يعني معقول إنه هؤلاء العلماء الذين مدحوه ما عرفوا حاله، ما قرأوا كتبه؟ فإذا قلت له نعم ما عرفوا حاله، إذن كيف قالوا عنه إمام؟ إذا قلت له لا قرأوا، إذن هم يكذبون. أو أني أطعن فيك أنت الذي قلت هذا الكلام، ما يبقى لديك خيارات كثيرة أصلا. نعم صارت هذه الحجة الفرعونية، فما بال القرون الأولى؟ ما لنا علاقة، لا 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 قال. نحن لا نعرف لماذا هو قال، لا نعرف، ما سألناه، هو ليس أمامنا حتى نسأله لماذا أنت قلت كذا، لماذا أنت في موضع تشتد على الأشعرية ولما يجيك فلان مثلا تخالف، لماذا أنت مثلا كفرت الشيخ ابن باز رحمة الله عليه مثلا، كفر عبد الله الحبشي قال لأنه نعم. أنكر علو الله. طيب في عندنا شخص آخر أنكر علو الله ما كفرته، ما المعيار، ما الفرق بين هذا وهذا، مع أن الحبشي أنت لا جالسته لا ناظرته لا أقمت عليه الحجة مع ذلك كفرته. فنحن نعم هذا مختلف. هذا السؤال نحن ما سألناه إياه، وأكيد هو عنده نعم. جواب نعم. أنا ما مضطر أنه أبحث عن جواب معين وأبحث عن تأويل معين، خلاص الشيخ رحمة الله عليه نعرف عنه أنه من أئمتي أهل العلم من الصالحين ومن الأفاضل، خلاص ما لنا علاقة بهذه الجزئية.
بارك الله فيك يا أخي محمد، لكن ليس شخص واحد، نحن نتكلم عن، خليني أقول جمهور حتى لا فهنا يعني طالب العلم أو العامي لما يرى هذا، فلهذا أقول لك أنه ترك هذا الأمر أولى، يعني حتى لا نفتح الباب للطعن في أئمة أهل السنة من باب أنهم كانوا يوقرون المبتدعة أو كانوا، أنت عارف يعني مباشرة لما، والله أقسم لك بالله، أنا يعني أقسم لك بالله، مرة كنت نشرت منشور قلت فيه رحم الله النووي، واحد قال لي كيف تترحم على واحد جهمي، يعني كل الذين ترحموا عليه جهمية، كل الذين قالوا النووي رحمه الله جهمية، فأنا هذا الذي أحاربه يا أخي محمد جهمي. ما قال أنت جهمي لأنك تترحم عليه، لا كيف تترحم على واحد ما هو شو معناتها يعني كلامه صحيح هكذا من وجهة نظري طبعا، ما هذا الذي أنا أتكلم عنه، ما هو في هذه الحالة هذا الكلام ليس موجه لي كمقلد وإنما موجه للذين ترحموا عليه بالمقابل، فلهذا أنا أقول لك يا أخي محمد بارك الله فيك دع عنك هذا الموضوع. نعم هو كذلك ممكن فرق بينك، أنت يستطيع أن ينكر عليك ويستطيع أن يقيم عليك الحجة، ولكن هم ما استطاع أن يقيم عليهم الحجة، كما تقول أنت المعاصر أستطيع أن أقيم عليه الحجة والنووي لا أستطيع أن أقيم عليه الحجة. نعم الله أعلم، قد يكون فعلا أنت فعلا قد، على فكرة أنا ما أقول بكفر الرازي على فكرة، فقط يعني أنا أقول إذا لم يكن قد تاب، عشان ما يجيش حدا يأخذ كلامي، ابن تيمية وابن كثير نقلوا توبته، لكن أنا أقول إذا لم يكن تاب فهو ليس بمسلم، حتى عشان يكون، لأنه أنا بشوف في بعض التعليقات، فبارك الله فيك، أنت فهمت لب الموضوع، يعني أصل خلافي معك هو هذا، أنه نحن بدل يعني ما نوحد أهل السنة، أنا عارف أنه الطرف الآخر أيضا، وأنا قلتها في فجور، بيحصل فجور، بيطلع واحد، أنا شوف موضوع ألماني ومش، أنا ما بحب هذا الشيء، هذا ما له علاقة أصلا بالموضوع، يعني إحنا بنحكي في النووي أو بنحكي في ابن حجر أو غيره، ليش أروح مثلا لعيلتك، واخذ بالك يا أخ محمد، أنا ضد هذا الكلام وقلتها من أول يوم. أخونا أيوب اللي انتقد محمد على كونه في ألمانيا انتقدنا على إن في مصر. تمام تمام تمام، المهم فأنا ضد هذا الشيء أصلا، يعني أنه أنا أتكلم، وأيضا الطرف المقابل يعني الطرف الآخر نفس الشيء، واحد يقول لك عايش في ماليزيا، لا بيحصل أمور، يعني إحنا خرجنا من دائرة الرد العلمي، واحد عايش بألمانيا، واحد عايش بلجيكا، واحد عايش بماليزيا، لا بدون ذكر أسماء، هل هذا اللي بيحصل يرضي الله ورسوله؟ هل هذا الذي يحصل من منهج الإسلام في شيء؟ لا طبعا. يعني لهذا أقول لك يا أخي محمد بارك الله فيك، دع عنك هذا الموضوع، وهم بالتدريج يعني إذا هم استمروا ألن يسقطوا في عيون الناس؟ أنت ستقول أهو أنا تارك الموضوع وهم ما زالوا يتكلمون، أنا تارك الموضوع وهم ما زالوا يشعلون الفتنة، أليس كذلك؟ ستكون لديك حجة أمام، لكن هي القضية ليست فقط تتعلق بشخصي أنهم يفعلون ذلك، قضية هي ضخ مسألة الولاء والبراء على النووي، أنه لا صدق عندما يقولون، شوف أذكر لك المسألة حتى يعني يكون كلامي واضح، هم لا يقولون نحن نوالي ونعادي على النووي، لا يقولون ذلك باللفظ، ولكن يقولون شوف هذا إنسان سيء، ليش سيء؟ لأنه يطعن بالإمام النووي، فصار الطعن بالإمام النووي معيار سيء وجيد، مبتدع صالح، فاسد صالح، عرفت؟ فأنا ممكن أتجنب هذا الشيء كله لو طعنت في مقالته ولم أطعن في شخصه، واخذ بالك يا أخي محمد؟ أنا ضد الطرح الذي يطرحونه أساساً، أنا بدي أفهم الناس أنه النووي بالنهاية ليس معياراً للحق، بل للنووي لا غير النووي، معيار للحق أقيم دين الشخص المقابل لي بناء على شخص، لكن يا أخ محمد لما أنت تركز عليه سيبدو للطرف الآخر أنه أنت الذي توالي وتعادي على النووي، هذا الذي يبدو، يعني أنا ذات نفسي رأيت نفس الشيء لما رأيت يعني في كل بث في كل حلقة كلام عن النووي وابن حجر وأئمة فهم، فهذا يعني حتى الإنسان العامي أو الإنسان اللي ملوش أصلا علاقة بهذا المجال سيرى هذا الشيء، هذا الذي أحذر منهم، يعني لو أننا يعني والله قلتها لك، أنت عندك سيف ما شاء الله سيف، وأنت رأيت يعني حتى يعني الأخ مصطفى شؤون إسلامية رأيت يعني كيف كان يدافع عنك قبل سنوات لما يرد عليك محمد عبد الواحد أو فلان أو فلان، رأيت ذلك،
فأنا أسحب السيف من بين يدي وأصارع الناس بعصا. لا أقولك أنا العلاقة سترجع كما الأول، مستحيل بعد اللي حصل وبعد الأمور، مستحيل. لكن أقول لك أنه نصلح، نصلح يا أخ محمد، نصلح نصلح. يعني أنت ركز على الموضوع، ركز على الطرح نفسه من غير تعرض للشخص، وأنا أول واحد معك إن شاء الله. طبعا أنا لست شخصا كبيرا، يعني أنا أقل المسلمين علما، لكن أنت فاهم المراد أكيد. الخير والبركة، بكل خير والبركة إن شاء الله. خلينا نفترض أنه أنا الآن خلاص قلت ما عاد أتكلم عن الناس. نعم. لا مو شخص، أنا أقول لك تكلم عن الموضوع، يعني مثلا موضوع العلو الذي ترى أنه النووي أنكره، تكلم فيه وآتي بالألفاظ وكل شيء، لكن من غير لنفترض نعم. أني أنا التزمت الآن بالذي نعم. الناس الآخرين الذين ليسوا ملزمين بكلام هم يتكلمون، الطرف الآخر لا ما هو مثلا أقول لك شيء، أقول لك شيء في هذه الحالة أنت تكون أقمت حجة عليهم، مو يعني مو أنت ترد هم يردوا فيقولون شوفوا، يعني ما يظهر الحق من الباطل. لكن أنت لما تتوقف من عندك وهم يقولون ويردون، الناس كلها ستقول هم من يصعرون الفتنة كلها أو النسبة الأعظم يعني. فأنت أليس هذا الذي تريد أن توصله؟ أنه شوفوا هؤلاء، يعني أنت إذا أردت أن تبين للناس أن هؤلاء هم الذين يوالون ويعادون، فإذا أنت توقفت وهم استمروا، ألن يظهر للناس حقيقة ما تقول أنه فعلا كلامك صحيح، أنه أهو أنا توقفت وهم ما زالوا يصعرون في الموضوع ويطعنون في الناس الأخرى. أيضا سيكون عندهم المبرر أنه طيب هو محمد بن شمس الدين توقف لكن أحمد عبد الحميد لم يتوقف، أحمد عبد الحميد توقف لكن عمر لا 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 أخ أحمد، أخ أحمد، أخ أحمد، عفوا مو أخ أحمد، عفوا أنا أخ محمد، لا 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 لا، ما إحنا يعني أخذنا كلمة منكم الأخ أحمد ماشي، لكن أنا أخذت كلمة منكم من الأخ أحمد، أنت غير ملزم بغيرك من الآخر. ذكرت أحمد عن كلمتين، ما ولا هو يمكن حتى ما يتكلم عن الموضوع. لا لا أنت شوف، أنت غير ملزم بغيرك، هذه مسألة معروفة، مو يعني إنه مثلا الشيخ أبو إسحاق أخطأ، هل أنا ملزم بخطئه؟ طبعا مثلا لا طبعا، فنفس الشيء، يعني أنت أصلا لست ملزما بأخطاء غيرك، لا العلامة ولا غيره، لكن لما تلزم غيرك بأخطاء غيرهم نعم، يعني لما تطلع تقول أبو عمر أنت إذا لم تنتقد فلان، لا هذا أنا أشوفه غلط، لكن طالما أنك أنت توقفت من عندك ومن عند الأخ أحمد خلاص أنت أقمت الحجة في هذه الحالة. لا أنت تعرف، أنت ذكرتني بشغل على سيرة العلامة، هم أول ما بدأوا إيش بدأوا أو قسم، يعني مو الكل، قسم منهم أول ما بدأ إيش جاب كلام قاله أحد الأشخاص اللي هو محمد أبو بكر، قال كلام، جابوا كلامه وجابوا إلي صورة معه، قالوا شوفوا، صاروا يطعنوا بي لأنه واحد أنا متصور معه، وهو مو بس متصور معه يعني هو أعرفه شخصيا، قال كلام سيء، وهذا الكلام على فكرة أنا بنفسي قبل أن يعرفوه هم لمته عليه، فهم طعنوا بي من خلال انه انا واحد هو شوفه وهي صورته مع محمد بن شمس الدين ويقول هذا الكلام. فانا يعني نحن امام طرف فعليا لا يريد ان يصل الى حل، هو طرف يريد ان يسقط هذا الشخص لاسباب ايا كانت هذه الاسباب، ما ادري، هو يسعى في اسقاط حقيقه. نعم لا شوف، الذي يقول هذا الكلام الذي يتبنى هذا الكلام هو غلطان طبعا، يعني أنت لست محاسبا، يعني إلا أنا أقولك في حالة واحدة، إلا إذا أنت ارتضيت هذا المنهج، لأنه هذا منهج المداخلة بالمناسبة. طبعا الشيخ أبو رنيم حيزعل مني، الشيخ أبو رنيم إنسان كبير في السن ويتابعني، حيقول يعني أنت ماشي حقك عليا، بس هذا بشكل عام منهج المداخلة. على فكرة الشيخ أبو رنيم إنسان محترم، هو مدخلي لكن محترم. هذا منهجهم، هذا منهجهم بالمناسبة، يعني هم يبدعون بالتسلسل، يعني يأتيك أنت مثلا شيخ أبو إسحاق تصور مع فلان، وفلان هذا مدح فلان اللي هو مبتدع، يبقى أبو إسحاق أيضا مبتدع، واخد بالك؟ فأنا ما يصير، فأنت يعني إذا أنت من نفسك طلعت، أما أنت يعني الحمد لله أنت قلتها عندي إن شاء الله وأخذت منك كلمة إن شاء الله، خلص أنت لا أنت ملزم لا بالعلامة ولا بغيرهم، طالما أنك قلت هذا الكلام وقلت يا إخوة بارك الله فيكم، هذه
الجدالات العقيمة لا فائدة منها، ركزوا على الطرح العلمي وعلى نقد عقيدة الجهمية وعقيدة الأشعرية وغيرها، أنت ستكون خلاص أقمت الحجة، وبالتالي أنت لست ملزم بكلام غيرك. وأصلا أنا أقول لك شيء يا أخ محمد، ما تزعلش، لما حتطلع تقول هذا الكلام أنت أيضا ستتعرض للهجوم ممن كنت تظنهم أحبابك، لأنه كثير من الكثيرية يتابعونك، فلما سيسمعونك تقول هذا الكلام سيهاجمونك، أنا عارف هذه النقطة. فأسأل الله أن يعينك يعني، وأسأل الله أن تكون هذه بادرة خير، أسأل الله أن تكون هذه بادرة خير، وأن يؤلف الله بين قلوبنا إن شاء الله وبين قلوب المسلمين، وأن يجمعنا على طاعته إن شاء الله. تفضل يا أخ محمد، عندك كلمة؟ لا أستطيع فعليا، أنا أفهم وجهة نظرك وجزاك الله خيرا، لكن لا أستطيع أن ألزم نفسي بشيء وبمقابل أن الطرف الثاني غير ملتزم. لا أخي محمد لا، معلش الله يبارك فيك، لكن الكلام ده غلط. ليش؟ أنا قلتها لك مبدئيا أنا عن نفسي، أنا عارف أنه قد أتعرض للهجوم، لكن أنا عن نفسي سأكلم إخوة من الطرف الآخر، أعرفهم يعني وأحسن فيهم الظن، وسأقول لهم أنه الأخ محمد سوف يتوقف ولن يتكلم، وسيكون كلامه إن شاء الله علمي ولن يطعن، واخذ بالك، إما في سياق الرد يعني. نعم. المشكلة الأخرى أن خلافنا ليس مجرد الكلام عن الشخصية هذه، نزيل هذا، نزيل بالتدريج إن شاء الله، نبدأ بهذا وبعد ذلك نرى الأمور الأخرى تباعا، بخلاف منهجي أساسا، يعني منهجية الأحكام التي ستنزل على الأشخاص هذه المنهجية أساسا. محمد، شو الموجود في الواجهة؟ النووي ابن حجر صح؟ نعم. نزيل الواجهة حتى تتضح الأمور الأخرى، هذا الذي أقوله. أول شيء نزيل الواجهة، نقول طيب خلاص إحنا شلنا النووي ابن حجر، الآن مثلا سيقول كلام في الرازي وكذا وكذا، شو عندكم؟ واخذ بالك؟ مصطفى الشرقاوي مرة قال أساسا، هو كتبها يمكن لا، لما حجيب اسمه أخ محمد، لما حجيب اسمه حطر أعطيه الحق ليرد، فبلاش، واخذ بالك؟ حيقول لي أنت إزاي خليته يحكي علي، بظن يعني أنت فاهم الموضوع أخي محمد، بارك الله. أفهمك. نعم. طيب خلاص ما راح أذكر، لكن في بعض الناس هو يرى أن النووي نعم لو انحلت قضيته فماذا عن الرازي؟ ماذا عن الجويني؟ هذا في يطعن بأئمة آخرين. نعم. هذه وجهة نظر لفئة موجودة ممن تسمى مبجل. هذه فئة. نعم. لكن على الأقل أنا يعني في فرق بين إني يعني مثل ما أقول أستأصل الجرح كله، وبين أني أحاول أن أعالج ما استطعت. على الأقل أنت قد لا تستطيع معالجة الجرح ككل، لكن يمكنك معالجة أجزاء كبيرة منه، واخذ بالك يا أخ محمد، أنت على الأقل يمكنك أن تزيل المشكلة الكبرى. أهو أنتم قلتم يطعن في النووي، أنا الآن لا أطعن في النووي، واخذ بالك، على الأقل يعني تكلمت مثلا في الجويني مع أني أراه أفضل حالا يعني من كثير يعني من الأشعرية صراحة، ويعني هل تاب في آخر عمره أم لم يتب هذه مسألة أخرى، لكن أنت بإمكانك أن تتكلم في المسألة، أصل المسألة هو يقول كذا 1 2 3 4 وكلامه باطل ينقضه السلف، وأنت حتى ولو كنت تعتقد أنه مبتدع لكن الدعوة لها ضوابط يعني، واخذ بالك. أنا مثلا أعتقد أنه اليهود طعنوا في السيدة مريم، هل حطلع أقول مع أنه هذه عقيدتي مذكورة في القرآن، هل حطلع أقول أن يا يهود يا من تطعنون في السيدة مريم يا كذا، أو حطلع يقول يا نصارى يا كفار يا من تعبدون ثلاثة؟ لا، الدعوة شيء والاعتقاد شيء، يعني أنت لا أقول لك لا تعتقد مثلا أن هؤلاء مبتدعة، لكن فقه الدعوة مختلف، أنه أنت تقول مثلا أنه بغض النظر مثلا عن رأيك هذا الشيء. نعم. لما يجي واحد مثل أخونا قبل قليل، ما عقيدتك في لا أكذب عليه يعني؟ من الآخر أقول يعني ماذا أتجاهل، يقصه ويقول هرب، وعلى فكرة هاي سيقصونه ويقولون هرب. نعم. مع أنني أجبته سيقصونه ويقولون هرب من الجواب مثل ما عمل واحد آخر. لا يعني لو سئلت قل أنا أرى أنه مخالف لعقيدة أهل السنة، لو قال لك هو مبتدع قل أراه مبتدع، لكن لا أرى فائدة. وهذه ستتقصص يعمل عليها عادين الفيلم والمسرحية التي لن تنتهي، فبالتالي يعني ما أدري الكلام نظرياً لا نظرياً لا ولا لا ممكن. هو لا يقول أنه الأخ هو الذي سيقص، هو يقول أنه الكلام سيقص. نعم أنا قلت سيقص، ما قلت الأخ.
ما أتهمه لأن ما أعرفه جيدا أساسا. يعني أخ أنا أعرفه يعني إنسان يعني إنسان طيب جدا ويرد على الشيعة. لا أعرفه إنسان طيب جدا. ونصرك بالمناسبة، هو نصرك في موضوع المناظرة، يعني هو مو من النوع اللي طلع وصار يقول إنه الشيعي نفخك أو هذا الكلام، لا هذا كلام ما يصير صراحة. المهم ففهمت الفكرة يا أخي محمد، أنت تحب يعني نكمل على الخاص، يعني أشوف هذا الكلام ما إله داعي يطرح على العام. المهم أخذ منك كلمة عشان بس ما بعدين يعني ما يقال إنه حاليا ما إن شاء الله، لكن لا أدري ماذا يخطو في بالنا لاحق. لكن والله أنا يا شيخ محمد أنصحك بالشيء اللي أنا متأكد يقينا، يعني متأكد يقينا أنه حيعمل فرق كبير. لو أردت أن تأخذ به والله سترى يعني وستخبرك الأيام إن شاء الله أنه قولي صحيح في هذه المسألة، أنه أنت لو تركت سترى كثير من الناس يعني خرجت من الموضوع، لا أقول لك الكل، لكن سترى كثير من الناس تباعا خرجت. فنبدأ يعني ابدأ من عندك، يعني لأنه أنا لما أكلم طرف الآخر أنا ممكن أذكر لك أسماء الأخ مصطفى أو الشيخ أبو عمر أو غيرهم، يقول لك والله لو هو توقف نحن سنتوقف. أهو ما هو أنا فلهذا أقول بالنسبة لي توقفهم لا يؤثر. أنا أقول لك ليش، هو أكيد شيء جيد إذا توقفوا، وشيء جيد إذا أنا توقفت ونلتفت إلى ما هو أهم، لكن أنا من أي حيثية هو لا يؤثر. بعد أن صورك عدوا للإسلام وتوقف، يعني سواء أنت بعد أن قلت للناس إنه هذا عميل لأوروبا، قلت للناس إنه هذا يريد هدم الإسلام، قلت للناس إنه بغض النظر من الذي قال أو كذا، بعد ما قلت هذا ما حاولت إلى توقف عن الكلام عني. نحاول إنه نعمل صلح، مع إنه يعني أكيد يعني سيبقى شيء في القلب، لكن كل شخص يعتذر من الطرف الآخر في الأمور. إن شاء الله أخ محمد نحاول إنه نضبط الموضوع إن شاء الله، إنه لا يعني يتغير، يعني أنت تحفظ ماء وجهك وهم يحفظون ماء وجوههم. يعني شوف، ما أنا عن نفسي ما أريد أسقطك، ولا أريد لك أن تسقط الأخ مصطفى، ولا أريد ما أريد هذا الشيء. نحن نريد أن ننشر عقيدة أهل السنة، نحارب أعداء الإسلام سواء من يعني من معتزلة، من شيعة، من نصارى، واخد بالك؟ نعم. فتكون بادرة خير، يعني أنت ابدأ، لأنهم هم يحتجون بك، يقولون أنه أنت الذي لا تتوقف. فلو بدأ الموضوع منك سيكون الموضوع سهل. أهو أخذت من الأخ محمد أنه سيتوقف وهم أيضا يتوقفون في المقابل. هم إذا كانوا يريدون أن يحتجوا بهذا فعليهم أن يأتوا بموقف واحد أنا تكلمت عنهم ابتداء في هذا الموضوع. لا أتوقع واحد منهم سيستطيع، لأنني ما أتكلم عنهم إلا رد على ما يطرحونه. القضية الثانية إنه المسألة هي لها شقان، الشق الأول الشق الشخصي. نعم. وأنا هذا قلت لك، يعني بعد أن صوروا للناس إنه هذا عدو للإسلام، إذا استمروا أو لم يستمروا خلاص اللي بده يسمعهم ويفكر بها بنفس طريقة تفكيرهم هذا لن يتراجع، لن ينتهي، سواء استمروا أو لم يستمروا الأمر واحد. الشق الثاني هو الشق العلمي اللي هو سيبقى حتى لو اصطلحنا على المجال الشخصي، لا الشق العلمي في اختلاف منهجي كبير. تمام، لكن هذا الاختلاف يمكن أن يحتوق، يعني شوف هي المسألة من شقين، يعني بعيدا عن الشق العلمي، الشق العلمي مرحب به، يعني أنت تختلف معي أو أختلف معك علميا ماشي. طبعا شيخ أبو رانيم أنا مش فاهم والله أنت ماذا تقصد، طبعا هو الأخ اللي قلت عليه أنه مع المداخلة يعني يحب الشيخ ربيع، ما أدري يعني هل تخطئني في النووي أم تخطئه في النووي، والله ما أدري. المهم نرجع للموضوع، المسائل الشخصية يا أخي محمد بارك الله فيك. أهلا وسهلا، يعني أنت طبعا حر، لكن أنا بالنسبة لي أرحب يعني إذا أحد. طيب شيخ أبو رنيم، يعني إذا حبيت أنك تطلع فممكن تطلع، مع أنه يا رب يا رب يكون في موضوع البث ما يكون شيء ثاني، يعني ما ندخل في الشيخ ربيع أو الشيخ رسلان. المهم فالأمور الشخصية هذه الكلام على الخاص، ما ينفع الكلام على العام، الكلام على الخاص، يعني نحاول أن ننسق بينكم إن شاء الله. على فكرة
يكون هذا الكلام ويتم الاعتذار عن الكلام الذي قيل، وأنه قيل في ساعة غضب أو قيل في لحظة غضب أو يعني بأي طريقة كانت. فإذا كان فأهلا وسهلا، وإذا لم يكن سأبلغك، سأقول لك أنه لا، هذا الشيء يعني لم يقبل، ويعني أنا أشهد لك في المسألة، أقول لا هو تكلمت معهم ولم يريده. فماذا على فكرة هو هذا، شفت الكلام اللي جرى بيننا الآن نفسه جرى سابقا. فإيش قالوا؟ قالوا محمد بن شمس الدين يتكلم لأجل شخصه وبده يحفظ ما أوجه. ترى نفس الكلام لما قالوا لي هؤلاء الإخوة نصلح بينك وبينهم، أنا قلت نفس الشيء ترى، يعني هؤلاء بعد أن قالوا محمد بن شمس الدين جاهل وقالوا مدري إيش، يعني ما راح يأتوا ويقولوا محمد بن شمس الدين يعني لا نحن كنا نقول عنه كلام غلط. فهم اعتبروا أنه أنا ما فرقوا بين المسألتين، مسألة الخلاف الموجود حول أنه مسألة الخلاف الشخصي. لا. المشكلة أنا عندي قلت له يعني حتى أعيده يمكن بأسلوب آخر، الخلاف الشخصي هذا له شق والخلاف المنهجي له شق آخر. نعم تفضل. في جزئية تتعلق في مسألة الرد العلمي، الطرف الذي يدافع عن النووي حقيقة هم متشتتون في هذه المسألة. منهم من يقول النووي إمام لأنه ليس أشعريا بالأصل، منهم من يقول هو إمام لأنه كان أشعري وتاب من الأشعرية، منهم من يقول إنه وافق الأشعرية في مسائل، منهم من يقول هو أساسا ما وافقهم فيها. هذا خلاف. ومنهم من يقول هو أشعري وإمام بنفس الوقت، يعني شوف أربعة أقوال كلها لا تجتمع. لا يا أخي محمد هذا كلام علمي. لا شيخ شيخ أبو رنيم معلش يعني أنا سأعلق على هذا الكلام. كلمة محشورة في زوري أولها وبعدين تكمل. تمام بارك الله فيك. أحسنت، لكن الإمام النووي إمام بغير هذا كله إن شاء الله نثبت لك هذا بالأدلة إن شاء الله. إن شاء الله. يعني أضرب لك مثال يا شيخ محمد. الشاطبي رحمه الله هذا أشعري صح؟ نحن نثبت إمامته، يعني لو سألتني أقولك نعم الإمام الشاطبي رحمه الله إمام، خالف أهل السنة في مسائل نعم، لكنه لم يكن يعادي أهل السنة طبعا، بالعكس ده كان يعذر بشكل كبير، يعني يعذر المخالفين له بشكل كبير، ولم يكن يبدعهم ولا يكفرهم الإمام الشاطبي رحمه الله. فالموضوع كالتالي، هنالك ناس تثبت أن النووي تاب، لكن أيضا تقول حتى لو فرضنا أن توبته لم تتحقق وكان أشعريا فمع ذلك نقول عنه إمام. هنالك أشخاص نعم أصلا درسوا هذه النصوص ووجدوا أنها أصلا لا تدل على أنه أشعري، مثلا لفظ الحيز وغير ذلك، وجدوا أن هذا الكلام لا صراحة ما يدل أنه أشعري. مثلا يأتي شخص يقول لك أنه فعلا كان يتأول العلو، يأتي شخص آخر يقول لك لا هذا النص الذي قد يبدو منه أنه يتأول العلو لو جمعناه مع نص آخر يقول، لو قال شخص سبحان الملك الذي في السماء يقولك نفهم منه أنه لا ينكر العلو وإنما ينكر كذا. فالموضوع يعني علمي، هو خلاف علمي وليس خلاف للهوى. الخلاف وين؟ الخلاف في من المبتدع، يعني الطرف الذي يقول هو ليس مبتدعا لأنه تاب، هذا يقتضي أنه لو لم يتب يكون مبتدعا، والطرف الذي يقول لا هو إمام حتى لو كان أشعري، إذن لا تعارض بين الأشعرية والإمامة. والطرف الثالث الذي يقول لا هو إمام لأنه ليس أشعريا أساسا وإن كان أخطأ، هذا جنس ثالث. طيب اسألني يا أخي محمد. الله. طيب خليني أنا أبين لك، يعني أنا مثلا مثلا أنا عندي النووي تاب، ليس فقط بالكتاب المنسوب له، لا بل أيضا بكتاب الإبانة، يعني هو معروف يعني أنه خط الإبانة بخط يده، والإبانة يعني فيه إثبات للعلو وفيه إقرار بالصفات. والنووي رحمه الله في العادة يتبنى ما نقله، يعني لما ينقل عن الرافعي أو غيره في العادة الأصل أنه يتبنى ما نقله، صح أو ليس كذلك يا شيخ محمد؟ كثيرا ما الأصل والصالح. لا لما يتعقب أنت تعرف أنه يرد، لكن لما لا يتعقب، لما يعرض المسألة من غير تعقب، هذا عندما يعرضها بكتبه، لكن لما ينسخ كتاب قد ينسخ الإنسان كتابا لا يوافقه. لا صراحة لكن على فكرة ممكن نتكلم في الموضوع لاحقا، لكن بشكل عام
نعم أخ محمد. أنت تقول لأنه يعني أنت ترى أنه أقر بكتاب الإبانة بالتالي هو ليس أشعريا؟ لا سأبين لك. أنا أقول بالأصل عندي أن النووي رحمه الله راجع عن تلك العقائد الأصل، الأصل عندي. لكن لو فرضنا، لو فرضنا أقول لو فرضنا أنه لم يرجع عنها وبقي متلبسا بتلك العقائد، فسنقول رحمه الله له أخطأ. لكن لو فعلا رجع عن تلك العقائد فنقول رحمه الله، يعني مثل الأشعري رحمه الله، مثل أبو الحسن الأشعري في آخر حياته رجع إلى عقيدة قريبة من عقيدة أهل السنة، ممكن نقول عقيدة أهل السنة باختصار يعني. فالنووي بالنسبة لي نفس الشيء، هو أصلا رجع عن العقيدة الأشعرية، وحتى تلاميذه خير دليل على ذلك. ولكن لو قلنا جدلا، قلنا جدلا أنه لم يرجع، فكذلك نعذره، نقول يعني نفس الحجة التي استخدمتها في البداية أستخدمها. لكن أنا أحسن ظن به، أنا أحسن ظن به وأقول إن شاء الله في آخر حياته يكون رجع عن كل هذه الأقوال وعرف الطريق الحق. هذا قول يختلف عن قول الذي يقول هو لو لم يكن تابع لا بدعناه لكنه تاب. طيب هذا ألزمه، هذا ألزمه، قل له طيب إذا أثبت لك أنه لم يتب إذن هو هذا بإمكانك أن تلزمه وتسأله طيب أيه. ما رأيك في الشاطبي اللي هو أشعري الصرف، ما رأيك فيه تمام. ما رأيك في القرطبي؟ هذا الإلزام يكون في هذه الحالة إلزام حقيقي، لأنه تمام. إذا كان يعذر النووي فقط ولا يعذر غيره إن المدافعين عن النووي أجناس وليسوا جنس واحد في مفهومهم للبدعة والتبديع، مع أنه أنا ما أشوف هذه النقطة جوهرية، لأنه أيضا الذين يهاجمونه أجناس، في من يكفره يقولك النووي كافر مشرك وأنا نعم، وفي أيضا من يقول أنه مبتدع، وفي من يتوقف يقولك أنا متوقف فيه، أنا لا أخذ بعلمه ولا بكذا ولا بكذا. منهم الأخ أحمد منجاوي هو لم يصرح لا بتبديع ولا بتكفير ولا غير ذلك، الأخ أحمد، لكني أركز على أخطائه، لكني أركز على الأمور التي ضل فيها، واخذ بالك يا شيخ محمد. فأيضا يعني هذا الموقف معروف، يعني أنت البشر لن تجد بينهم توافق، يعني إحنا السلفية مع بعض مختلفين، لا أقول مختلفين عقديا لكن مختلفين في أمور، فطبيعي أن تجد الناس تختلف في تعاملها. ممكن تجد واحد يقول عن النووي إمام، ممكن لا تجد شخص آخر لا يقول عنه إمام لكنه لا يطعن فيه، ممكن تجد شخص آخر يطعن فيه. نعم. قضية إن القضية هذه قضية منهجية في مسألة التبديع. يعني قد يكون واحد هو عنده انتساب شخص الأشعرية يعارض أن يكون إماما، ولكن النووي تحديدا يراه تاب، يراه ليس أشعريا. تمام. فهذا قوله يختلف عن قول الطرف الذي يقول لك حتى لو كان أشعريا فهو إمام، مثل أبو عمر الباحث على سبيل المثال قال عن الشاطبي إمام، لا هو قال أظن عن المازري قال إمام، أشعري إمام. نعم. فإذا هو لا تعارض عنده بين كون الإنسان أشعري وإمام بنفس الوقت. نعم. لكن ليست بهذا الإطلاق، يعني لا أحد يقصد بالإمام، أنا وضحت في البداية، يعني تجد الذهبي رحمه الله يصف كثيرا من الأشعرية بالأئمة، هل هو يقصد إمام بمعنى أنت فأكيد فاهم المعنى، فهذا الذي يقوله الشيخ أبو عمر، أنت أكيد فاهم نية الشيخ أبو عمر، هو لا يبرر العقائد الباطلة، بالعكس يعني هو رد على كثير من الأشعرية في مقاطعه، بارك الله فيك وفيه. تماما. لكن نعم أقول هذا جنس يختلف عن الجنس الآخر الذي يقول لك لا هو إمام على أنه ليس أشعري، إن ثبتت أشعريته فهو إيش؟ هو مبتدع. نعم. عنده هذا جنس آخر، وكلاهما يدافع عن النووي. نعم. فإذا صيغة الدفاع عن النووي ستختلف بين هذا وذاك. نعم. إيه هذا قبض. طيب ولا مشكلة أصلا، أنا هذا الكلام ما أرى فيه مشكلة. طيب يا أخي محمد بارك الله فيك، نكمل إن شاء الله تحت الهواء، أنا عارف أنه عندك بث حتى لا أعطلك أكثر من ذلك، وبس يعني الله. إن شاء الله يا إخوة يكون خير، إن شاء الله يكون خير إن شاء الله، يعني الساحة إن شاء الله يعني يكون هذا الرافض النجس، ومعلش على الكلمة يا أخي محمد، يكون هذا الرافض النجس بدل أن يوقع بين أهل السنة يكون سببا في الصلح بين أهل السنة، فتكون يعني الموضوع ينقلب عليه يعني. وسبحان الله يعني هذه الأمور كثيرا ما يحصل، يعني
معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، ما أذكر يعني رواية بالحرف، لكن ملك الروم أظن أنه بعث له أنه أنصرك على علي بن أبي طالب، فبما معناها يعني قال له أنا وأخي، يعني ما أذكر رواية لفظة، لكن أنت أكيد فاهم المعنى صح؟ نعم. فلما يريد هؤلاء، وأنا أقول لك شيء، مو بس الرافضة، ده حتى الملحدين، ده حتى الملحدين حاولوا أنهم يدخلوا في الموضوع وحاولوا أنهم يتكلموا في الموضوع، فنحن إن شاء الله لا نعطيهم المجال، خلاص خلاص إن شاء الله هذا الموقع يعني هذا الكلام سينتهي إن شاء الله، ونعود إن شاء الله لشؤوننا. الذي يرد على الأشعرية يكمل في رده، الذي يرد على الجهمية أو على المعتزلة أو على الشيعة يكمل في ردوده، وإن شاء الله نكون إخوة جميعا، بارك الله فيكم. والذي سيقول أنه الأخ محمد بن شمس الدين خايف أو شيء، والله هذا أنا أقول لك أنه هذا إنسان ما يستحي، أنا عارف أنه هذه الكلمة ستأخذ علي، لا، هو إن شاء الله تكون بادرة خير ويمد يده في الخير. الذي يقول خائف أو أنا والله عارف الكلام الذي يقال، أنا عارف، ما أنا عارف، يقول أنه شاف الموضوع انقلب عليه، لا والله الموضوع ليس بهذا الشكل، بالعكس الذي يقول هذا الكلام يعزز في الفتنة، يقول لك أصلا هو خايف، أصلا هو كذا، لا هذا كلام باطل. لا، الأخ إن شاء الله يريد الحق ويقول لو تبين لي خلاف كلامي فإني سأرجع، فبلاش يعني تعينوا الشيطان على أخيكم، بلاش تعينوا الشيطان على أخيكم، كونوا يعني، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا يعني مظلوم عرفناه يا رسول الله، فكيف ننصره ظالما؟ قال ترده عن ظلمك. فأنت لما تقول مثل هذا الكلام أو تطعن فيه أو تطعن في نيته، في هذه الحالة أنت ستزيده في ظلمك، وأنا لا أقصد إساءة، لكن أنت أكيد فاهم الفكرة يا أخي محمد. نعم، فبارك الله فيكم. القضية نعم. أنهم ليس فقط هي مسألة خايف، هي مسألة أنه في ناس عندهم لا يرتاحون نفسيا إلا إذا سمعوا كلام معين، يعني هو لا يرتاح نفسيا لما محمد بن شمس الدين يقول أنا أبدع أنه لا أكفره، لا لازم أنت تكفر، كيف ما تكفره؟ كيف بدي أحرض الناس عليك بدون ما أجيب سيرة كفراء؟ كيف؟ نعم. ما تزبط معه. لا، وأنا حكلمك في يعني بعد ما نكمل حكلمك على الخاص في أمور علمية إن شاء الله، ما أحب يعني أنه أفتحها على العام من باب أنه يعني ما تحصل، لكن إن شاء الله نكمل إن شاء الله.